السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم داشان حسن داشان، راجع معانا في حلقة جديدة من حلقات اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهاردة هي الحلقة رقم 125 بداية من فارما تيوب، الحلقة رقم 4 بداية من شابتر درماتولوجي. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن 3 مواضيع من مواضيع الديرما. هنتكلم عن الصن بيرن اللي هي حروق الشمس، هنتكلم عن السكين ايجينج وهي شيخوخة الجلد، هنتكلم عن الهايبر بيجمنتيشن وهو التصبغ الزيادة اللي بيحصل في الجلد. ال3 مواضيع مترابطين شوية ببعض، وده اللي بنحاول نقدمه في شابتر زي الديرما، بان احنا ان شاء الله المرة الجاية والحلقات اللي جاية هنحاول نختار مواضيع مترابطة او مشابهة لبعض، بحيث ان احنا ننجز كمية كبيرة من المواضيع. يبقى احنا قدامنا النهاردة حلقة مكونة من 3 مواضيع او 3 فقرات، هنمسك فقرة فقرة منهم ونتكلم عنهم ان شاء الله. ممكن تسمع الحلقة على 3 مرات على حسب تقسيمك ليها، او ممكن تسمعها على مرة واحدة على حسب استيعابك للحلقة. تعالوا بينا نمسك اول فقرة من حلقتنا النهاردة. اول فقرة هنتكلم فيها هنتكلم عن الصن بيرن وهو حروق الشمس. حروق الشمس كلنا طبعا، يمكن احنا في فصل الصيف لسه، يمكن كلنا بنعاني من حروق الشمس وبنشوف حالات بتخرج لنا الصيدليه من حروق الشمس، خاصه في المصايف. ازاي تقدر تتعامل مع حروق الشمس وتقدر تقيم حروق الشمس، وهل هو حرق من الدرجه الاولى او من الدرجه الثانيه من حروق الشمس؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض في هذه الفقره، في الفقره الاولى، وده اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله ونهتم بيه شويه، وازاي نعمل وقايه من حروق الشمس. حروق الشمس كلنا عارفينها عباره عن انفلاماتوري ريسبونس بيحصل في النورمال سكين. الانفلاماتوري ريسبونس ده ممكن بيبقى اكيوت، يعني حاد، تمام، وبيتاخر، يعني بيتاخر معايا ان اللي بيحصل في الاول احمرار وبعدين يقشر، بيتاخر معايا وبيبقى ترانزيت كده بشكل ترانزيت بيحصل معايا. يبقى انا اول ما اروح كده ممكن في المصيف او اروح في الشمس بتعرض لاشعه الشمس، اللي بيحصل معايا ان انا لو قعدت مثلا 3 4 ساعات ساعه الظهريه خلاص، اللي بيحصل معايا على بالليل بلاقي فيه الام، احمرار شديد والام. بعد شويه لو الحرق زياده قوي ممكن يحصل حاجه اسمها البليسترنج او الفقاقيع، ظهور فقاقيع، وظهور فقاقيع يشير الى حرق من الدرجه الثانيه، حرق شمسي، حرق شمسي من الدرجه الثانيه. بعد كده الالم بيستمر معايا او لمده 6 ساعات او ممكن يكمل معايا لمده يوم، وبعدين بعد كده بعد 3 ايام ولا حاجه يظهر الجلد، يبدا ان هو الالام تخف وكل حاجه، ولكن هيبدا يقشر. ودي كلها مراحل من مراحل اللي بتحصل في الصن بيرن، ودي تبقى مراحل طبيعيه. ممكن التعرض للوجه ممكن نلاقي ان الشفايف بتورم، ده بيبقى تاني يوم ولا حاجه، البنت الصغيره او الولد الصغير تلاقي فجاه كده تلاقي شفايف ورمت، ده كل ده ايضا من المراحل الطبيعيه ان يبقى في اوديما، دي كلها مراحل طبيعيه. ده كان كده كلام سريع، هنمر بالكلام ده تفصيليا واحنا بنحكي ونتكلم عن الصن بيرن. يبقى الصن بيرن هو اكيوت ديلي ترانزيت انفلاماتوري ريسبونس، بيحصل في النورمال سكين بعد الاوفر اكسبوجر للالترا فايلوت راديشن. هو ليه اللي بيحصل له ده بيحصل له من الشمس؟ لان الشمس يا جماعه بيجي منها اشعه اسمها اليو في، اللي هي الالترا فايلوت راديشن. هنعرف ونتكلم عن اليو في راديشن ونعرفها ونعرف تفاصيلها. يبقى الالترا فايلوت راديشن اللي بتيجي من السان لايت، وممكن تبقى تيجي من ارتفيشال سورس، يبقى مصدر تاني في كده زي مصادر تانيه بتولد يو في يا جماعه، زي التانينج بيد، عباره عن كده زي مكان في البنات او السيدات بيقعدوا فيه عشان ياخدوا لون من الوان البشره، اللي هو اللون البرونزي او اللون التانينج اللي احنا بنقول عليه اللون التانينج، اللون السمراء او اللون البرونزي. في كده مكان زي تابوت كده بيبقى فيه اضواء من تحت ومن فوق بتقفل عليهم، بيفضلوا فيه علشان ياخدوا لون. ده حاجه بنقول عليه ارتفيشال سورس، ده مصدر صناعي لليو في راديشن. يبقى مش شرط ان اليو في راديشن بتيجي من الشمس، لا، قدروا ان هم يعملوها عن طريق حاجه زي التانينج بيد، علشان في رغبه لبعض السيدات ان هم يبقى عندهم اللون البرونزي، بيتعرضوا لجلسات بسيطه، يعني الجلسات البسيطه دي بتغير من لون البشره بتخليه الى لون داكن شويه. وده اللي بيحصل كمان مع حروق الشمس، بعد فتره بتلاقي لون البشره بتاعك بقى لون داكن شويه. ده اللون البرونزي او لون السمراء، ده لون مرغوب فيه او لون جذاب، وده اللي بيلجأ ليه بعض السيدات، تمام. ده بالنسبه لي كده معلومه هنقولها، كل ده هيتقال برضو، ولكن عايز اقول لك يعني ايه ارتفيشال سورسز، يبقى انت عارف يعني ايه ارتفيشال سورسز. خلاص، طيب السان بيرن بيتميز بالاتي. اهم حاجه عندي في السان بيرن والخاصيه والعرض الاساسي معايا هي الارسيمه، هي الاحمرار اللي انا شايفه في الصوره دلوقتي. ولكن في حالات السيفير او في الحالات يعني غالبا بقى في بين معاها، وفي الحالات السيفير بقى يبدا يظهر معاها بقى اللي هي الفقاقيع البليسترنج، ويبدا يبقى في اديما خلاص، وفي بين، والبين ده بيبقى صعب شويه. خلاص، في حالات ممكن يا جماعه الاكزيست من اليو في راديشن ممكن يبقى لايف ثريتنج، ممكن يا جماعه في بعض الحالات يبقى مميت ويعمل حالات من الحالات الحرق
حرق الشمس الحاد الشديد جدا جدا وتطلب اسعافات كبيره في المستشفى، ممكن يبقى يؤدي يعني من الحالات اللي هي اللايف ثريتنج. طيب الاكسسيف يو في راديشن ممكن ايضا يبقى زياده للريسك بتاع نوع انواع من انواع الايه السكين كانسر، يبقى التعرض بزياده على مدار زمني بعيد من اليو في راديشن، لان اليو في راديشن بتعمل دايركت دي ان اي دامج، وكل شويه دي ان اي دامج دي ان اي دامج لخلايا الكيراتينوسايتس اللي هي بتطوب في طبقه الابيديرمس، فبالتالي ده كله بيبدا ان هو يخلي السكين عرضه اكتر لان هو يحصل له ظهور السكين كانسر. طيب ان انا عشان احمي ده كله لازم ان انا ببعد عن الشمس، بستخدم سان سكرين، بستخدم بلبس ملابس بتحميني من الشمس. كون ان الملابس يا جماعه تحميني من الشمس دي حاجه، واعرف ازاي ان الملابس دي تحميني من الشمس، بجيب التيشيرت بتاعي او الحاجه اللي انا هلبسها واحطها على اشعه الشمس كده، لو لقيتها بتسرب ضوء يعني لو شفت الاخرام الدقيقه بتاعه الملابس دي ممكن ان هي ما تحمينيش كويس، انما لما احط التيشيرت او حاجه وما اشوفش الضوء يعني لما احطها على اشعه الشمس كده وارفع التيشيرت بايدي كده والاقي ان التيشيرت حمى خالص مش شايف اشعه الشمس خالص، ده بيبقى من الملابس الكويسه اللي هي بتقي الشمس. يبقى انا كل الحكايه ان انا عايز اقي جلدي وجسمي من الاشعه بتاعه الاشعه، ما بتخترقش الملابس طبعا، وممكن اعمل سان سكرين علشان يبدا ان هو يتفاعل مع الاشعه دي ويمكن ان هو يحميني. ده كان اوفر فيو عن السان بيرن. طب هناخد اوفر فيو عن السان تان. كلمه سان تان او سان تانينج ده مصطلح مشهور جدا جدا خاصه عند الغرب، دي من الحاجات اللي بتبقى بتنتشر في فصل الصيف وبتنتشر ان هم عايزين يعملوا تانينج لبشرتهم او يعملوا سمره يبقى بشرتهم يعني يزود السمار بتاعها شويه، او بيطلق عليه بالمصطلح الشعبي هو اللون البرونزي، ان هي رايحه تعمل لون برونزي، وده عن طريق تعرضها للاشعه، عن طريق طبعا هي بتبقى في المصيف تعرضها لاشعه الشمس باستخدام كريمات معينه او بالتعرض يعني مش تعرض الحاد يعني تعرض لمناطق لاماكن معينه اوقات معينه، اوقات بتبقى الشمس فيها هاديه شويه وتدريجي كده بيبدا اللون يظهر بدون ما يحصل سان بيرن، يبقى ده زي كده مش الاكيوت اكسبوجر بيبقى مودريت اكسبوجر. خلاص في حاجات تانية يا جماعه مش شرط ان هي تعمل السان تان في اشعه الشمس، ممكن يبقى في اماكن بتعمل تانينج زي عندها التانينج بيد زي ما قلت لك حاجه كده زي تابوت بتدخل فيه بيبقى فيه اضواء محيطه بيها من تحت ومن فوق، والاضواء دي لومض اللومض دي بتطلع الترا فايلوت راديشن اطلع اشعه اللي هي الالترا فايلوت. خلاص وده ايضا هو ده المسؤول لان ده المسؤول عن السان تانينج، والفكره اللي بتحصل يعني هقول لك ليه الجلد بيتغير وليه بيحصل له تاننج ده كله هقول لك عليه واحكي لك عليه مع الحلقه معاه. خلاص يعني ازاي بيحصل اللون وازاي اللون بيتغير وازاي اللون بيتغير وبيستجيب للاشعه اليو في ده كله هنعرفه. خلاص يا جماعه برضو ده من الحاجات اللي هي ممكن السان تان لو زاد شويه ان هي تتعرض سان ممكن يزيد الريسك ان يبقى في سان بيرن، ممكن يزيد الريسك ايضا للسكين كانسر. عملوا بقى منتجات تمام كوزموتكس حاجه اسمها سانلس تانينج، حاجه اسمها مصطلح زي كده مصطلح السان سكرين كلنا عارفين اللي هو واقي الشمس، في عندي مصطلح يسمى سانلس تانينج. سانلس تانينج دي عباره عن مواد كيميائيه متوفره لشركات عديده جدا من شركات التجميل بيبقى فيها في الغالب ماده تسمى دي اتش اي داي هيدرو اسيتون. الداي هيدرو اسيتون ده مش محتاج شمس مش محتاج اي حاجه بتحط على جسمك وبعدين جسمك بياخد اللون التاني، بياخد اللون التاني ليه؟ لان الماده دي بتتفاعل مع الامينو اسيدز اللي موجوده في السكين ويبدا يطلع مواد ليها لون براون شويه اللي هو اللون التاني اللي انا شايف في الصوره ده، فيبدا ان هي تاخد اللون بدون تعرض للشمس بدون ما تروح لايه تانينج بيد، واللون ده بيستمر تقريبا لمده ايام بسيطه يعني 3 4 ايام كده تفضل محافظه على اللون ده، وبعد كده واللون يعني في خلال ساعات بيظهر له يعني بعد ما تدهن جسمها بالدي اتش اي بعد ساعات بيظهر لون يستمر معاها 3 4 ايام، ممكن تعيد تطبيقه مره ثانيه لو عايزه مره ثانيه ان هي ترجع لونها للتاني. وزي ما قلت لكم هو الموضوع تجميلي، هي بيبقى اللون اكثر جاذبيه شويه فبيبقى السيدات يعني بيلجأوا ان هم يغيروا اللون اللي هو يبقوا عايزين اللون التاني. ده بالنسبه يا جماعه لسانتان. انا عرفت حاجتين قبل ما ادخل في الحلقه واتكلم عن تفاصيل كلينيكال، انا دلوقتي عرفت حاجتين السان بير والسان تان. طب نتكلم عن الساينز والسيمتومز بتاعت ايه بتاعت السان بيرن. انا الفقره بتاعتي السان بيرن، الفقره بتاعتي السان بيرن او الموضوع ده هو موضوع السان بيرن. السان بيرن يا جماعه الاعراض بتظهر امتى؟ في بيختلف طبعا على حسب لون البشره، يعني الناس اللي بشرتهم بيضة ده ممكن الاعراض تظهر في خلال اقل من 15 دقيقه، ان احنا على فكره والله احنا بنعرف ناس بشرتهم بيضة اول ما بيطلع في الشمس تلاقي خدوده دي احمرت كده خلاص، يعني يا دوب طلع بقى له 10 دقائق مثلا في الشمس تلاقي وشه احمر وجسمه احمر، ده ممكن يظهر في خلال اقل من 15 دقيقه. ده غالبا ده مع الناس اللي بشرتهم بيضة قوي، خلاص الناس اللي بشرتهم اغمق شويه لا ممكن الحرق بتاع الشمس يظهر بعد ساعة.
عالي. خلاص يا جماعه، طيب اول حاجه كده نتكلم عن الاعراض بتاعه الحرق. اهم عرض عندي اللي هو التيبيكال سيمتومز، اهم عرض هو الريدنس، هو الاحمرار خلاص الرسيمه. بعدها بيبقى في ديجري فارينج ديجري من البين، وبتختلف حتى البين على حسب السيفيريتي. يعني ممكن تلاقي كتفك ده في الم شديد شويه، لا تلاقي دراعك من تحت ما فيهوش الالم الشديد اللي في كتفك، بتختلف على حسب تعرضك انت للاشعه دي، الديوريشن الوقت اللي انت وقفت فيه في اشعه الشمس، والانتنستي بتاعتها اشعه الشمس كان قوتها عامله ازاي، لان انت اشعه الشمس بتختلف التوقيتات بتاعتها. يعني انت مثلا الظهيره غير الصبح الساعه 9 الصبح، تمام؟ والاشعه يا جماعه بتبقى من اشعه الشمس اللي هي بتحرق من 10 الصبح ل 4 العصر، من 10 الصبح ل 4 العصر بتبقى اوقات الظهيره هي اكثر اوقات تعمل مشاكل وتعمل صنبير. خلاص يا جماعه، طيب السكين بيبدا ان هو يحصل له ريدنس، بيبقى ريدنس وبيبقى في خلال يعني ممكن في خلال 30 دقيقه بس، ممكن الاحمرار ده يظهر بعد ساعتين لست ساعات على حسب الحاله نفسها تعرضها للشمس وعلى حسب لون البشره كمان. الالم بيظهر امتى؟ الالم بيظهر بعد 6 ساعات وممكن كمان الى 48 ساعه بعد التعرض للشمس، وده اللي بنلاحظه لما تروح المصيف كده بتلاقي ان انت مبسوط في في الميه وعملت بلبط وماسك العوامه وعملت بلبط في الميه، تمام؟ زي فل، مش دارب اللي هيحصل لك بعدها بيوم. بعد كده تروح تروح تلاقي مثلا بالليل اوه الدنيا هاجت معاك، وشك احمر، جسمك احمر، طول الليل بقى الام، طول الليل الام. بتستمر الالام دي معاك يا جماعه، ممكن الالام تستمر في خلال يوم تلاقي الالام اختفت، وبعدين بعد كده الجلد بيبدا ياخد مراحله. وده كمان اللي بنشوفه في الحرق من الدرجه الاولى، مش شرط حرق الشمس، حرق من النار، حرق من حاجه بالدرجه الاولى. طبعا الاول بيبقى فيه الام شديده جدا بتستمر معايا الاول يوم او يومين، بعد كده الالام بتبدا تقل، لو في ايديما بتبدا تظهر، بعد كده بيحصل فيه تقشير. كل دي مراحل من مراحل السكن الحرق، وده بيبقى ناتج عن الدوره الطبيعيه بتاعت السكن وخلايا الكيراتينوسايتس بتاع طبقه الابيديرمز، ودي اللي احنا عرفناها في اول حلقه من حلقات الدرماتولوجي، وقلنا ان دوره حياتها بتاعه الكيراتينوسايت بتستمر ل 14 يوم، وده كله التجديد. التجديد بتاع البشره ده اللي انت بتشوفه في التقشير، يعني التقشير ده اصلا كده كده بشرتك اصلا بتتقشر تدريجي من غير ما تحس. يعني وانت بتستحمى وتيجي تنشف بالفوطه كده، الفوطه دي ممكن تشيل طبقات الخلايا الميته، والجلد جلدك كده كده طبيعي بيتقشر في خلايا ميته وفي تجديد ليها باستمرار. خلاص يا جماعه، ده بالنسبه للريدنس. في اعراض ثانيه، البليسترنج دي اللي هي الفقاقيع بتاعه الحرق، تمام؟ والفقاقيع دي طالما شفتها زي ما انا شايفها في الصوره كده، دي درجه تانية من درجات حرق الشمس. يعني انت وصلت لدرجه تانية من درجات حرق الشمس، دي اكثر سيفيريتي شويه خلاص، وبيبقى فيه مع كده في اعراض تانية زي اديما يا جماعه، وبالرادس اللي هي ايتشنج، وبيلنج للسكين اللي هو التقشير. طيب اعمل ايه في الفقاقيع دي؟ اوعى تفقعها او اوعى تفتحها، ممنوع فقع الفقاقيع، ممنوع فتحها، لان الفقاقيع دي عباره عن قشره حاميه جلدك اللي جوه من انفكشن، هتفقعها يبقى انت عرضه لانفكشن. ودي نصايح يا جماعه الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي، ممنوع فقع الفقاقيع ان ظهرت في حروق الشمس. خلاص يا جماعه، هنقول طبعا الريكومنديشنز وازاي تنصح الناس قبل ما تروح المصيف، كل ده هنعرفه في الفقره دي ان شاء الله. طيب بعد كده عرفنا الاعراض الثانيه، يبقى اتكلمنا على اهم اعراض معايا هي الارسيما او الريدنس والبين. بعدين في اعراض ثانيه زي البليسترنج او السويلنج، الايديما والسويلنج دي خاصه في الشفايف، تلاقي الشفايف اتنفخت، ودي خاصه بتشوفها في الاطفال، وتلاقي الام كده اتجننت جايه لك الصيدليه، انا بنتي كان في المصيف امبارح وانا صحيت من النوم النهارده لقيت شفايفها ورمه، ده ايه اللي حصل؟ ده في عدوى في الميه، ده في فيروس في الميه، ده في واحد عداها. هتسمع الكلام ده صدقني، ده لا دي مراحل طبيعيه من مراحل حرق الشمس، والإديمة هتروح في خلال يومين هتروح، ولكن هي بنتك مش محتاجه غير ان انت تحميها بميه ساقعه على مدار اليوم، وما تطلعهاش في الشمس خالص مع مرطبات بس، مش محتاج كل ده هنحكي فيه ونتكلم فيه، ولكن انا بقول لك ان انت كلمه اوديما والسولينج دي مش تستغربها، لا ده انت هتشوفها. طيب عرفنا ان الالترا فايروليت راديشن بتزود الريسك لانواع من انواع الكانسر. ايه هم الانواع دي؟ ثلاث انواع يا جماعه من انواع الكانسر، السكين كانسر، ثلاث انواع من انواع السكين كانسر. الالترا فايروليت راديشن هي ممكن تزيد الريسك لظهورهم زي الميلانوما، والميلانوما ده هو كانسر في خلايا الميلانوسايتس اللي هي مسؤوله عن انتاج الميلانين، ودي خلايا موجوده في طبقه الايديرمز يا جماعه، ودي ودي بتظهر زي حسنه لونها اسود وبشكل ايريجولار، ظهور حسنات كتيره أبا كده لونها اسود كده زي الحسنات اللي احنا بنشوفها الطبيعيه، ولكن الحسنات اللي احنا بنشوفها الطبيعيه دي عاديه ما هياش كانسر، ولكن لو ظهر فجاه حسنات سودة بشكل كبير وابتدت تنتشر بشكل ريجولر، هنا يبقى مؤشر ان انا ممكن يبقى ده ريسك ان ده الحاجه دي تبقى ميلانوما. خلاص يا جماعه، طيب ده نوع. النوع الثاني البيزل سيل كارسينوما، وده خاص بالخلايا وتركيب الخلايا نفسها بتاعت الكيراتينوسايتس، والسكوما سيل كارسينوما نوع
من انواع الترتيب الخلايا بتاع الكيراتينوسايتس، يبقى دي ثلاث انواع كلها في طبقه الابيديرمز، ودي الانواع الثلاثه بتوع السكين كانسر اللي الالترا فايلت راديشن ممكن تزود الريسك بتاعهم. خلاص يا جماعه، الاكستريم سان بيرز ممكن تحتاج الى مستشفى، يعني لو لقيت حاله فيها البليسترنج كتيره وفي فقاقيع لا انت محتاج مستشفى، لان ممكن يبقى حصل له دي هايدريشن جفاف ويقع منك الشخص ده، يقع منك لان فقد كميه ميه كبيره جدا جدا. التعرض للشمس بيخلي الجلد يحصل له ايفابوريشن للميه عشان يرطب طبعا، وفي نفس الوقت الميه بيتم فقدانها من الانسجه والخلايا الداخليه لان الجلد بيسحب ميه كتير جدا، وممكن تلاقي يحصل له دي هايدريشن. فبالتالي انت محتاج عنايه، وخاصه الالام تبقى شديده جدا جدا، ومحتاجه تعاملات من فريق من قسم الطوارئ في المستشفى. السكين كولر تشينجز ازاي بيحصل لون التان اللي انت قلت عليه، وازاي بيحصل تغير للون البشره، وازاي الاستجابه بتاعه خلايا الميلانوسايتس للاشعه اليو في لايت او اليو في الاشعه بتاعه اليو في راديشن. خلاص انا عندي دلوقتي يا جماعه دي خلايا اسمها كيراتينوسايت، ودي الخلايا المكونه لطبقه الابيديرمس. خلاص يا جماعه جنبها خلايا اسمها ميلانوسايت، يبقى انا عندي الكيراتينوسايت وخلايا جنبها الميلانوسايت، يبقى دي جنب دي، يبقى اعتبر كده المكان ده كمان كده الابيديرمس. خلاص دي خلايا الميلانوسايت ودي خليه كيراتينوسايت، يبقى دي خليه ودي خليه. خلاص ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هنشوف الاتي. عند التعرض دلوقتي لما بيحصل اليو بيعمل ايه؟ دي ان ايه ده مش دايركت دي ان ايه، ده مش اشعه اليو في بتعمل دايركت دي ان ايه ده، فيبدا ان الدي ان ايه يتكون من جديد، ويبدا ان هو يطلع لي زياده او ينتج حاجه زياده، حاجه اسمها البي او ام سي، اختصار للبرو اوبيو ميلانو كورتين، وده اللي بنقول عليه البيج ماما، وده بيطلع يا جماعه بيخرج كده بيزيد تصنيعه، واللي بيزود تصنيعه ايضا هو الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. والبي او ام سي ده اصلا من ضمن يعني ان هو بيطلع لي الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، يعني الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون اصلا بيجي من البيج ماما ده. خلاص عشان الناس اللي سمعت معايا اندوكراين هتبقى عارفه ايه هو البيج ماما او البي او ام سي. خلاص طيب الدي ان اي الجديد يبدا يطلع لي بقى بي ام سي بشكل كبير، عشان انا محتاج احمي بقى من جلدي من التعرض بتاع اشعه الشمس اللي هو ده، لان اللي بيحميني اللي بيحمي الجلد بتاعي من اليو في هي الميلانين. الميلانين ده بيجي منين؟ من الميلانوسايت. خلاص يبقى انا عايز ميلانين كتير، يبقى البي ام سي هيبدا يزيد معايا في انتاجه من الدي ان اي، يبدا ان البي ام سي ده يتكسر، هو عباره عن بيج ماما زي شريط كده بيتكسر جزء منه اللي هو الادرينال كورتيكوتروبيك هرمون هو اي سي تي اتش. خلاص وجزء منه هو الالفا ام اس اتش، والالفا ام اس اتش ده اختصار للميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، وده اللي انا محتاجه وهشتغل عليه. وفي الاندورفين، يعني في كمان بيطلع الاندورفين، يعني عباره عن شريط بيتقسم بكذا حاجه. اللون الاحمر ده هو الالفا ام اس اتش اللي هو الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، ده بيبدا يشتغل على حاجه اسمها ام سي 1 ار اللي هو الميلانوكورتين 1 ريسبتور، يبدا يشتغل عليه. ده موجود في ايه؟ في خلايا الميلانوسايت اللي موجوده عندك طبيعي في طبقه الابيدرمس. لما يبدا يشتغل يبدا ان هو عن طريق سنجل باس ويز كده او سيجنالينج في الخليه من جوه، يبدا ان هو يطلع الميلانين او يطلع الميلانوزومز. الميلانوزومز دي يا جماعه هي عباره عن الكور اللي فيها الميلانين، يبقى الميلانوزومز هي الكور اللي فيها الميلانين، يبقى عباره عن كور جواها ميلانين، والميلانين ده هو اللي بيحميني من اشعه. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا الميلانوزومز دي موجوده جوه خليه الميلانوسايت، يبقى هي دلوقتي ملهاش فعاليه وملهاش وظيفه شويه، انا محتاج انقل الكور السوداء دي، انقلها الى خلايا الكراتينوسايتس اللي موجوده في طبقه الابيدرمس عشان تحميني، تتوزع كده وتحميني. فبالتالي بيحصل فيه ترانسفير للميلانوزومز، الخلايا الكور السوداء دي اللي فيها مليانه ميلانين، عباره عن فيزيكال كده، عباره عن تجمعات للميلانين من جوه، يبدا ان هي تتنقل من المصنع بتاعها اللي هي خليه الميلانوسايت الى المكان اللي هتشتغل فيه اللي هي الكراتينوسايت، وتبدا ان هي تتوزع فوق، فتبدا تحميني من اشعه اليو في. الكلام ده بيحصل طبيعي عند تعرضك لاشعه الشمس، وبيختلف درجته من شخص لاخر، وده المسؤول عن تغير اللون، وده المسؤول عن اللون التاني. لان انت لو الميلانين ده هو اللي بيديك اللون، لما يزيد تركيزه فوق كده يبقى اللون يغمق معايا، وده اللي بيحصل كمان بعد حرق الشمس، بنلاقي ان اللون بتاع البشره اتغير ويبقى لون غامق شويه، نلاقي بعد شهر ولا اقل من شهر شويه اسبوعين ثلاثه نلاقي البشره رجعت للونها الطبيعي. ليه رجعت للونها الطبيعي؟ لان التجديد البشري بتاع البشره والخلايا الكيراتينوسايت والدي ان اي نفسه خلاص ما بقاش فيه اشعه شمس، ما انت ما بقتش تتعرض لاشعه شمس، فبالتالي انا لونك هيرجع لطبيعته ثاني ويبدا. ولكن الاستمرار على التعرض لاشعه شمس لفتره زمنيه بعيده تمام، ده ممكن يخلي اللون بيرمنت ويخلي الدي ان اي على طول يتعود ان هو يطلع كميات عاليه، ويبدا طبقات الميلانين تبقى زياده، ويدي اللون البشره يبقى يغمق معاه.
تمام يا جماعه. طيب انا عندي في نوعين من انواع الميلانين، الايوميلانين والفيوميلانين. عندي نوعين من الميلانين يا جماعه، الايوميلانين الميلانين البني المعروف في لون بشرتك، تمام، وتركيزاته بتختلف على حسب لون البشره. لو زاد تركيزات الايوميلانين يزيد معاك لون البشره يغمق يغمق يغمق. وفي الفيوميلانين وده لونه بينك او ريد، ده اللون البينك والريد، وده اللي ده اللي بيبقى موجود في اماكن زي الشفايف او زي الناس اللي شعرهم احمر. الناس اللي شعرهم احمر دول جينيتك كده الميلانين بتاع الشعر بتاعهم مش زينا اللي هو الشعر الاسود اللي هو مليان ايوميلانين، لا مليان فيوميلانين. يبقى الفيوميلانين ده اللون البينك والاحمر، نلاقي الشفايف الحمراء. ليه الشفايف لونها حمراء؟ علشان الفيوميلانين موجود فيها كميات كبيره. النيبلز لون احمر، البينس او الفاجينا دي كلها الوان حمراء. ليه؟ لان فيها تركيزات من الفيوميلانين عاليه، وبتختلف من شخص لشخص على حسب تركيزات الفيوميلانين والايوميلانين. الاثنين تركيزاتهم بتختلف، واثنين متواجدين في اماكن في الجسم زي ما احنا شرحناها دلوقتي. يبقى انا عندي نوعين من انواع الميلانين، الايوميلانين والفيوميلانين. الشورت تيرم سان اكسبوجر اللي هو الفاست رياكشن بيحصل ده بيديني اللون التاني. اللونج تيرم سان اكسبوجر وخاصه عاليه ممكن يؤدي ان التانج ده يفضل موجود معايا والبيجمنتيشن تزيد معايا خلاص يبقى موجوده. انا عايز بس اعرفك ان الاختلاف في السكين كلر ما بين البشر ده اختلاف للسايز والديستريبيوشن بتاع الميلانوزومز. الميلانوزومز دي هي اللي موجود جواها الميلانين، الكور السوداء دي. يبقى الاختلاف التوزيع بتاعها على طبقات الجلد بتاعتي واختلاف حجمها ده المسؤول عنه جينيتيك فاكتورز، وده اللي بيخلي لون البشر مختلف مش كلهم لون واحد. وهنعرف دلوقتي الالوان بتاعت البشر عن طريق ان هو نتكلم عن الهيومن سكين كلر. الهيومن سكين كلر انا عندي في حاجه كده او واحد من العلماء او من الناس اسمه فيتس باتريك. فيتس باتريك ده من الناس اللي عملت سكيلينج كده او تقسيمه لالوان البشر سنه 1975. قال ان البشر ليهم ست الوان او ست انواع من الالوان، درجات او ست درجات من الالوان. الكلام ده كان سنه 1975 وسماه الفيتس باتريك سكيل، يعني الفيتس باتريك سكيل بيقول لي من واحد لستة. ولكن بعده يعني في حد كمان برضو من الناس حاجه حد يعني اسمه لوشن او الفون لوشن. فون لوشن ده يمكن النطق ده الماني هو اسمه كده. الفون لوشن ده عامل 36 كاتيجوري، انما الفيتس باتريك عامل ستة بس. يبقى الفون لوشن عامل 36، انتوا متخيلين 36 درجة لون خلاص. اما الفيتس باتريك عامل ست درجات. ويمكن الفيتس باتريك هو الاكثر شهره. وعلى فكره الفيتس باتريك سكيل ده دكاتره جلديه كتير بيستخدموه في تشخيصات حاجات كتيره، يعني ان انا اعرف درجه لون البشره بتاعتك ببقى معايا عشان في تشخيصات كتير انا بحتاجها. فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا لدكاتره الجلديه. ممكن يبقى الموضوع مش مهم بالنسبه لك، يمكن مهم عشان برضو يبقى انت بتحدد الصن سكرين وبتحدد على حسب لون البشره. يبقى انت لما تيجي توصف صن سكرين لحد بتوصف الاس بي اف بتاعه اللي هو السن بروتكشن فاكتور بتاعه على حسب برضه لون البشره. البشرات الغامقه مش محتاج انا اس بي اف عالي خلاص. ودي برضه من الحاجات اللي يعني كمعلومه لازم تعرفها. انا عندي ست درجات من درجات لون البشره. عندي التايب 1 زي ما احنا شايفين في الصور، ده البشره اللون ده التايب 1 النوع الاول، وده النوع الثاني هنلاقي ان اللون بيزيد درجته. اللون النوع الثالث، النوع الرابع، الخامس، السادس. عندي ست درجات من درجات الوان البشره. اللي المقابل ليها من الفون لانش ده المقابل ليه من النوع الاول بنلاقي السكور من صفر، احنا مش قلنا 36 درجه، من الدرجه صفر لسته كل الدرجات دي بنعتبرها نوع واحد من الايه الفيتز باتريك خلاص. النوع الثاني من الفيتز باتريك بيقابله من الفون لوشن من 7 ل 13 وهنا من 14 ل 20، يعني ايه زي لغايه ال 36 اللي اتفقنا عليه. طب نمسك النوع الاول. النوع الاول ده سهل ان هو يتحرق، يعني سهل ان هو يحصل له سان بير، وصعب ان هو يحصل له تان. تان دي مش اللي هو التان اللي انا بكلمك عليه ان البنت بتعمل تان، لا التان ده اللي انا بكلمك ان هو يتغير لون شويه، يعني لون هيتغير من كتر ما هي بتتعرض لاشعه شمس لون هيتغير. لا بتلاقي ان هي بيضه على طول، تلاقي البنت دي بيضه على طول مثلا، يعني طول عمرها كده اللون مش بيتغير معاها. يعني ايه مثلا واحد مثلا يبقى له لونه ابيض شويه، اشتغل شويه في الشمس وتعرض للشمس تلاقي لونه غمق وبقى غامق طول عمره، يعني لونه اغمق، يعني هو كان ابيض بس اغمق. لا نلاقي الدرجه دي صعب ان هي يحصل لها تاني ان هي تغمق شويه، يعني صعب ان هي بتلاقي البنت بيضه ومهما تعرضت للشمس طول حياتها لغايه لما تموت بتلاقيها بيضه برضه، يعني ايه درجه البياض بتاعتها ثابته. دي بنقول عليها ايه نيفر تانز خلاص، يعني ده المقصود بيها، مش التانج الكوزموتكس اللي انا كنت بكلمك فيه، اللون التاني اللي انا بكلمك فيه، لا دي حاجه ثانيه، هو المقصود بيها حاجه هنا ثانيه. تمام يا جماعه. طيب النوع الثاني تمام، يبقى ده بيتحرق بسهوله، ده غالبا بيتحرق تمام، وممكن لونها يغمق، يعني ممكن انتوا شايفين اللون ده ممكن بعد تعرضها للشمس ممكن تلاقي لونها بيغمق. النوع الثالث خلاص
ممكن يحصل له يعني بيتحرق مايلد بيرن، يعني البشره مش بتقاوم الشمس قوي، دي مش قادره تقاوم الشمس، يعني البشره دي بتتحرق بسهوله، تلاقي لو طلعت في الشمس تلاقيها خدودها احمرت فجاه يعني بشكل سريع جدا خلاص. دي تلاقيها بتقاوم شويه الشمس تمام، وبيحصل لها تاني بشكل موحد، يعني درجه تغير اللون بتاعها بشكل موحد. النوع الرابع تمام بيتحرق قليل، وبرضه ممكن يحصل له تان تمام، ده بنقول عليه المودريت براون اللي هو اللون المودريت براون. النوع ده بقى يا جماعه نادر نادر ان هو يحصل له بير، يعني ممكن تلاقيه بيطلع في الشمس عادي ما تلاقيش بيجي له حروق شمس مثلا خلاص، نادر حدوثه ولونها بيتغير بسهوله، يعني ممكن تسمر اكتر واكتر بسهوله. دي النوع السادس من لون البشره، مش بي نيفر بير، مش بيتحرق بسهوله خالص، وده مقاوم جدا للشمس. ليه؟ لان انا عندي توزيع الميلانين مختلف عليهم، والميلانين هو اللي بيحميني من اشعه الشمس، فهنا الميلانين عالي، توزيعه عالي وتركيزاته عاليه، فبيحميها من اشعه الشمس فما بيحصلهاش سان بيرن زي ما بيحصل لدي بسهوله. ده يا جماعه شرح سريع جدا جدا للفيتس باتريك او الهيومن سكين كولر. خلينا نتكلم عن فقره ثانيه هنتكلم فيها في نفس الفقره الاولى اللي بنتكلم فيها على السان بيرن، وهنتكلم على الكوزس والريسك فاكتورز والكومبليكيشن. ايه هي هنتكلم على الكوزس، ايه هي الكوزس المسببه للسان بيرن؟ اول حاجه الاوفر اكسبوجر للالترا بايلوت راديشن، يا جماعه التعرض الشديد للالترا بايلوت راديشن هو ده من اهم المسببات بتاعه السان بيرن. تعالوا بينا نعرف ايه هي الالترا بايلوت راديشن او اليو في. اليو في هي عباره نوع من انواع الالكترومغنيتيك راديشن، نوع من انواع الالكترومغنيتيك راديشن اللي هي الاشعه الكهرومغناطيسيه خلاص يا جماعه. طيب عندي الراديو انواع طبعا من الالكترومغنيتيك راديشن على حسب الويف لينث بتاعها، عندي الراديو ويفز اشعه الراديو الموجات بتاعت الراديو، عندي المايكروويفز اللي هي الموجات اللي بنشوفها في اجهزه المايكروويف المنزليه، وحرام على الناس اللي بتطلع دكاتره كبيره تطلع تقول المايكروويف بيعمل سرطان، يعني بصراحه يعني جهل جهل كتير، يعني ان حد يطلع يقول المايكروويف بيعمل سرطان هو جهل جهل، في جهل شويه في الموضوع او في عدم بحث في الموضوع. المايكروويف ملوش اي علاقه بالسرطان على الاطلاق، المايكروويف عباره عن جهاز بيطلق اشعه مايكروويفز، والاشعه دي زي ما بنتكلم نوع من انواع الاشعه الالكترومغنيتيك، ودي ليها ويف لينس معين، الجهاز ده بيطلق الاشعه بالويف لينس دي. الاشعه دي بتعمل ايه؟ بتحرك جزيئات الميه جوه الطعام وتخب بحركه اهتزازيه، الفايبريشن حركه فايبريشن، الحركه الاهتزازيه دي بتخلي جزيئات الميه تخبط في بعض، فلما تخبط في بعض تسخن، يعني اثناء الفايبريشن الحركه الاهتزازيه دي التخبيط جزيئات الميه لما تخبط في بعض بتسخن، ولما تسخن تسخن الطعام، لذلك ما ينفعش تسخن فيه حاجه الا وفيها ميه، حط طبق بلاستيك وشغل مش هيشتغل، هيعمل ايه؟ يعني لو حطيت طبق بلاستيك هيعمل ايه؟ مش هيحصل يسخن ولا ايه هيحصل له اي حاجه. واللي اخترع الميكرويف اصلا كان واحد في الحرب معاه حته شوكولاته في جيبه وكان جنب الرادار، ومن ضمن الرادار ان هو الرادار بيشتغل ايضا بالالكترومغنيتيك راديشن، فجاه لقى حته شوكولاته ساحت، لا هو واقف في شمسه ولا الدنيا سخنه معاه، والدنيا ما فيش اي سبب يقول ان الشوكولاته دي تسيح خالص. فجاه اكتشف ان الاشعه دي الاشعه الميكرويف هي دي الاشعه اللي طالعه من الرادار هي دي اللي ساحت الشوكولاته، وابتدى يخترع الميكرويف. فالميكرويف ملوش اي علاقه بالسرطان، انت لما تيجي تسخن الاكل وتاكل الاشعه مش جايه لك في الاكل وجايه معاه، يعني ما هوش كلمه اشعه دي، يعني كلمه اشعه الميكرويف مصطلح كلمه اشعه بتخلي الناس تفكر بالسرطان، يعني مصطلح نفسه بتاع اشعه لا، الاكل من غير الاكل بيطلع من الميكرويف ما فيهوش اي حاجه خالص، مجرد ان الاشعه اللي جوه حركت جزيئات الميه تمام، فابتدت جزيئات الميه تتحرك بحركه اهتزازيه تسخن الاكل وخلاص. ايه المشكله بقى؟ ان الميكرويف ده لو فيه تسريب، يعني لو بيسرب، والصناعه الحديثه كلها في الشركات اللي بتصنع الاجهزه الكهربائيه ان الميكرويف بيبقى محكم الغلق. وتعرف ازاي ان هو محكم الغلق؟ تجيب موبايل وتحطه، بس طبعا ما تشغلش الميكرويف، يعني ما تحط الموبايل ما تشغلش الميكرويف خلاص، تحط الموبايل وترن عليه، يعني انت معاك طبعا موبايلين او اي حد، تحط الموبايل جوه الميكرويف وهو مطفي طبعا، وتقفل الميكرويف وترن عليه، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك الموبايل غير متاح، مش هيرن. اتاكد ان الميكرويف ده محكم الغلق، محكم الغلق. ليه محكم الغلق؟ لان الاشعه دي لو اتسربت هتعمل لك حروق شديده. حروق ليه؟ لان انت جسمك كله في ميه، وانت جلدك ده مش في ميه، لو الاشعه بتاعت الميكرويف جت على جلدك مش هتحرقه؟ ايوه طبعا هتحرقه. فبالتالي الاساس في اختياري للميكرويف ان هو يبقى محكم الغلق، وكل الشركات بتبقى محكم الغلق، وغير كده ما فيش اي خطوره خلاص يا جماعه. الموضوع منتشر فعلا، وفي يعني حته عدم الثقافه، مع ان المعلومات دي كلها موجوده وممكن تقرا عليها بشكل سهل، والمؤسسات المختصه بدراسه الكانسر ويعني المؤسسات المنصوص بيها بوضع معلومات او وضع جايد لاينز للكانسر هي نفسها بتقول الكلام اللي انا بقوله لك ده، مش اختراع مني يعني.
ده بالنسبه للراديو ويفز، بعدين المايكرو ويفز، بعدين الانفراريد راديشن، وبعدين الفيزيبل لايت اللي انت بتشوفها، الاشعه اللي احنا بنشوفها وبتخلينا نشوف الحاجات، ودي الاشعه اللي هي الفيزيبل لايت، وبعدين الالترا فايلت. بعد الالترا فايلت في الاكس ريز، والاكس ريز دي كلها في التشخيصات، والجاما ريز دي كلها في التشخيصات، لانها لها قدره عاليه على ان هي تبدا ان هي تصور جسم الانسان والخلايا بتاعته. خلاص يا جماعه، ده بالنسبه للاشعه الالكتروماجنتيك راديشن كلها. يبقى انا بتكلم عن الالترا فايلت راديشن هنا، الويف لينث بتاعها من 10 ل 400. طب انا عندي ثلاث انواع يا جماعه من اليو في، عندي اليو في عندي ثلاث انواع، A و B و C. طيب انا عندي في الكره الارضيه في طبقه اسمها طبقه الاوزون، كلنا عارفين طبعا، تمام، والاوزون ومين اللي خرب الاوزون والكلام. الاوزون ده بيحميني 100% من اليو في سي، يبقى انا ماليش دعوه ان انا ادرس السي، يبقى اليو في سي بتتمنع خالص من طبقه الاوزون، ما بيجيليش خالص. طبعا لو غير بقى في الزمن في المستقبل والاوزون ده اتاثر وكده، يبقى احنا هنشوف مشاكل ثانيه. يبقى انا بتكلم عن حاليا ما انا عنديش حاجه اسمها في بتنزل جوه الارض اسمها يو في سي، خلاص دي كلها بتتمنع في طبقه الاوزون. انا عندي بقى حاجتين يو في اي ويو في بي. اليو في اي 5% منهم بس بيتمنعوا بالاوزون، 5% بس بيتمنعوا، يعني 95% بيدخلوا جوه الارض، ده اليو في اي. اليو في بي العكس، 5% فقط، 5% فقط اللي بيدخلوا و95% بيتمنعوا. يبقى اليو في بي 95% بيتمنعوا بطبقه الاوزون، و5% بس هم اللي بيدخلوا، ودول المسؤولين عن البرن اللي بتحرق. يعني دي من الحاجات، اليو في بي هي اكثر الاشعه بتاعت عن اليو في ان هي تعمل الحرق، خلاص. وسبحان الله، سبحان الله ان طبقه الاوزون بتمنع 95% منها، 5% بس بيعدوا، وانت لو وقفت في المصيف في ساعتين ثلاثه بتتحرق. تخيل لو مفيش اوزون ووقفت مثلا دقيقتين ثلاثة بس، شوف ال 95 اللي كانوا ممنوعين لو نزلوا هيحصل لك ايه، خلاص. ده انا بس عايزك تتخيل ان ازاي ربنا خلق الكون، وازاي بس ايه بيتم حمايتك من اشعه ضاره جدا. خلاص، عندي يو في اي ويو في بي. اليو في اي الويفلنس بتاعها من 320 ل 400، اليو في بي من 280 ل 320. خلاص يا جماعه، يبقى دي من 280 ل 320 بتكمل بعدها الايه 320 ل 400، وده اخر حاجه، لان اخرها 400، اخر اليو في راديشن دي 400. طيب اليو في اي بيبقى يونيفورم، يعني في على طريق اليوم كله يونيفورم، يعني اشعه اليو في اي من اول ما الشمس تطلع لغايه لما تمشي خالص الشمس، ده بتبقى موحده، يعني درجه دخولها للكره الارضيه بتبقى موحده. اليو في بي مش بتبقى موحده، بتبقى شديده قوي في وقت الظهيره، وبتبقى زيادتها من الساعه 10 للساعه 4، وزياده قوي 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 في وقت الظهيره. يبقى اليو في بي دخولها للكره الارضيه مش بيبقى موحد، بتزيد قوي في فتره الظهيره دخولها، اما اليو في اي موحده من اول ما الشمس تطلع لغايه لما تخرج او تم. اليو في اي يا جماعه، اليو في اي بتدخل الجلد بشكل ديب، يعني بيحصل لها امتصاص للجلد بشكل ديب، بيحصل لها ديب سكن بنتريشن، وبيتم امتصاصها في طبقتين، الطبقه العلويه الابيدرمز وطبقه الديرمز، ودي المسؤوله عن الايجنج، لان الايجنج السكن ايجنج او الشيخوخه او الرينجلز او التجاعيد او الحاجات دي كلها المسؤول عنها طبقه الديرمز يا جماعه، مش الابيديرمز. الابيديرمز يبقى انا بتكلم في سان بيرن وحروق والكلام ده، اما السكين ايجنج والرينكلز والتجاعيد المسؤول عنها طبقه الديرمز اللي تحت الابيديرمز، اللي تحت الابيديرمز، ودي الطبقه دي اللي بيوصل لها اشعه اليو في اي. فكلمه ايه هنا علمها بايجنج، يبقى دي المسؤوله عن الشيخوخه، ويمكن حلقتنا مترابطه ببعض، لان احنا هنتكلم في الفقره الثانيه عن السكين ايجنج. يبقى السكين ايجنج متعلقه اكتر، شوف انا بقول لك ايه، متعلقه اكتر في اليو في اي، ولكن لم يعني ما حددتش اليو في اي ان هي بس فقط المسؤوله عن السكين ايجنج، لا، ايضا اليو في مسكونه على السكين ايجنج، ولكن انا بقول لك متعلقه اكتر بالسكين ايجنج. خلاص، نيجي لليو في بي. اليو في بي 5% بس بيجوا لنا على الارض، ومش موحده، الاشعه مش موحده على مدار اليوم، بتزيد اكتر في وقت الظهيره، بتدخل الجلد ولكن بتمتص فقط من الطبقه العلويه، طبقه الابيديرمز، ودي اللي هنا تعمل حروق. وعلم البي بالبيرنز، يبقى حروق، يبقى بي يو في بي حروق، يو في اي سكين ايجنج، ودي المسؤوله يا جماعه على الاكتيفيشن بتاع فيتامين دي. يبقى فيتامين دي المسؤول عن الاكتيفيشن بتاعته، اليو في بي ولا ايه؟ يبقى اليو في بي، هنا اليو في بي وهنا اليو في اي. اليو في بي دخلت الطبقه العلويه وهي طبقه الابيديرمز، خلاص، وبدات تعمل لي احمرار، احمرار سان بيرن، احمرار الجسيمه. اليو في اي دخلت طبقه الديرمز وبدات تعمل لي سكين ايجنج على مدار زمن بعيد، طبعا يعني من يعني على مدار زمن بعيد من التعرض لاشعه الشمس. طيب، وده اللي بيخليني يعني افكر ليه الواحد بيحصل له تجاعيد او شيخوخه الجلد بتظهر في البدايه من الوجه والايدين، عشان دول طول عمرك انت معرضهم للشمس. ما تلاقيش واحد مثلا جات له شيخوخه مثلا في الجلد على صدره مثلا او على بطنه، تلاقي بدات الشيخوخه فين؟ في وشه كرمش وايده.
ليه؟ لان دول اللي بيتعرضوا للشمس على مدار الزمن، فبالتالي اليو في اي على مدار الزمن ده المسؤول عن سكين ايجنج. خلونا نتكلم عن الريسك فاكتورز. في عندي ناس اكثر عرضه للحروق، زي ايه؟ الناس اللي هم بشرتهم بيضه، الناس اللي هم عينيهم زرقاء، والناس اللي هم شعرهم احمر، يعني ما يبقاش واخدين شعر احمر وعيون زرقاء وبشره بيضاء وما يتحرقوش بسهوله. لا، يتحرقوا بسهوله، احنا ايه، احنا مسامحين ان هم، يعني احنا راضين قوي ان هم يتحرقوا بسهوله، يعني يعني ايه دي حاجه ايه تبسطنا شويه. خلاص يا جماعه، يبقى الناس اللي هم بشرتهم بيضه، والناس اللي هم عينهم زرقاء، والناس اللي هم شعرهم احمر، اللي واخدين جميع المميزات دي كلها بيتحرقوا بسهوله. خلاص، يبقى احنا برضو ايه ممكن ما نحسدهمش برضو على الحاجات دي. طيب نيجي نتكلم عن الناس اللي عايشه في مناطق حاره جدا، في مناطق شمسة، في مناطق مرتفعه اكثر عرضه للتعرض لاشعه الشمس بشكل كبير، دي ايضا اكثر عرضه. الناس اللي هم بيشتغلوا بره، على يعني الناس العمل بتاعهم مش جوه مؤسسات، لا ده بره في الشارع، الناس اللي شغاله في المقاولات، الناس اللي شغاله في الشارع، الناس دي اكثر عرضه ايضا للحرق. الناس اللي عندهم اصلا هيستوري من الصن بيرن، يعني بتحرق على طول على مدار، يعني يقول لك انا الصيف اللي فاتت حرقت، يبقى انت اكثر عرضه، يبقى انت من الناس اللي ليك ريسك فاكتور انت تحرق. الناس يا جماعه اللي يعني بيتعرضوا للشمس بدون ما يحموا جلدهم من اليو في، يعني الناس اللي ما بيستخدموش سان سكرين برضه دول اكثر عرضه. الناس اللي بياخدوا ادويه فوتو سنسيتايزنج دراج، او الناس اللي هي الادويه اللي ليها فوتو سنسيتيفيتي، زي ايه؟ كلنا عارفين الادويه دي، زي المضادات الحيويه المشهوره تتراسايكلين فلوروكنولون سلفونامايدز، دي اشهر المضادات الحيويه اللي ليها فوتو سنسيتيفيتي. بعض الانتي فانجلز النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دايوريتكس الايتونولز والسلفونيليوريا بتاعت الناس بتوع السكر والستاتنز، الناس اللي هم ماشيين على الادويه بتاعت الدهون دي والنيوروليبتيك دراجز، يبقى دي كلها ادويه بتبقى ليها فوتو سنسيتيفيتي. فانت لو خدت الدواء ده وطلعت بره، يبقى انت اكثر عرضه للسن برن. الكومبليكيشنز بقى يا جماعه، ان انت يبقى عندك حاجه اسمها بريماتور سكين ايجنج، يعني يجي لك شيخوخه مبكره للجلد، الرينكلز تبدا تظهر عليك، يبقى الجلد بتاعك جاف وخشن، يبقى في حاجه اسمها الفريكلز، والفريكلز دي اللي هي النمش، اكثر عرضه ان يجي لك النمش، يبقى جلدك يبقى لونه دارك ويحصل لك ديس كولرد سبوتس، يبقى في بقع كده داكنه، دي كلها مضاعفات للسان بيرنز، دي كلها مضاعفات للسان بيرنز. لذلك الناس اللي بتحصل لها حروق من الشمس تقعد في بيتها، تمنع خالص ان هي تشوف الشمس خالص الفتره اللي هي العلاج، التقشير يتم براحته، ما تقعدش تقشر في جلدك غصب عنه عشان ما يحصلش انفلاميشن، يبقى في سبوتس كده من، يبقى دي كلها حاجات هنتكلم فيها لما نتكلم عن المانجمنت. السكن كانسر من احد الكومبليكيشنز، والاي دامج من احد الكومبليكيشنز، ان الريتنا نفسها بتضعف، يبقى في مشاكل في الرؤيه، دي ايضا من احد الكومبليكيشنز بتاعه السان بيرنز. تعالوا نتكلم على المانجمنت، ودي ريكومنديشنز من امريكان اكاديمي اوف ديرماتولوجي، ودي الاهم حاجه في حلقتنا النهارده، خاصه الصيادله. انت هيجي لك الصيدليه ناس كتير ممكن تتعرض لمواقف دي، وده يعني مشهور جدا في الصيف، واحده بنتها اتحرقت، هي اتحرقت جايه لك تقول لك انا اتحرقت من المصيف، اتحرقت من الشمس، اعمل ايه يا دكتور، اتصرف. النصايح بتاعه الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي للناس كلها، مش فقط للصيادله، للناس كلها، اللي هي هتعمل خمس حاجات. الاستحمام بماء بارد متكرر، مش فقط هتاخد دش، لا، على مدار اليوم تستحمى بميه بارده بشكل متكرر، وبعد ما تستحمى تنشف جسمها او الشخص ده ينشف جسمه بشكل لطيف، مش يمسك الفوطه يقعد يدعك اكنه بيدعك، لا ده انت الجلد ملتهب، بشكل لطيف جدا، وفوطه ما تبقاش خشنه، ناعمه جدا، ويسيب شويه ميه، يعني ما ينشفش قوي، يعني يسيب شويه ميه على جسمه. انا محتاج شويه الميه دي لان انا هعمل حركه دلوقتي. ايه الحركه دي؟ ان انا هحط مرطب، اختار مرطب كويس جدا وادهن بيه جسمي بشويه الميه اللي انا كنت سايبهم، يبقى انا هستحمى بميه بارده واسيب شويه ميه واعمل مرطب وادهن، بعمل مساج كده ترطيب لغايه لما المرطب يتم امتصاصه بشكل كبير، وممكن اخد لو في الم اخد نون سترويدال او ايه دواء للالم او مضاد للالتهاب، زي ايه اشهر حاجه ان انا اديله ايبوبروفين. خلاص يا جماعه، يبقى لو طفل صغير ممكن اديله بروفين شراب، او كبير اديله بروفين اقراص. دي ثالث حاجه، يبقى اول حاجه استحمام، ثاني حاجه مرطب، ثالث حاجه دواء مسكن، رابع حاجه ان انا ممكن استخدم توبيكال كورتيكوسترويدز، واللي بينصح بيه هنا هو الهيدروكورتيزون سريع الامتصاص، يبقى ده يا جماعه وسريع التاثير، ده بالنسبه للكورتيزون. ولما استخدم طبعا اهم حاجه ما يشوفش الشمس، كلمه ان هو يشوف الشمس دي لا، يعني ايه كل اللي انا بقول لك عليه ده في البيت يعمله هو في البيت. خلاص، ابعد عن مخدر الموضعي، البنزوكاين او الليدوكاين او الحاجات اللي هي اللي فيها مخدر موضعي، لان بيقول لي ان ممكن تعمل اريتيشن للسكن، يعني الحاجات اللي فيها كاين دي بتعمل اريتيشن للسكن وبتعمل الرجي حساسيه او كده. خلاص يا جماعه، خامس حاجه ان هو يشرب ميه كتيره، اكتر من 10 كوبايات في اليوم، لان هو فقد ميه كتيره في جسمه اثناء تعرض الشمس عشان احميه من الجفاف، فيشرب ميه كتيره. يبقى اول حاجه ايه؟ استحمام بميه بارد متكرر،
تاني حاجة ترطيب مرطبات، تالت حاجة مسكن، رابع حاجة هيدروكورتيزون، خامس حاجة اشرب مية كتير. تمام كده. حاجات تانية بسيطة جدا، ايه هي؟ لو عندك فقاقيع اوعى تفقعها، لو عندك فقاقيع اوعى تفقعها. وجود الفقاقيع ده بيعني ان انت عندك سكند ديجري من الصن بير، خلاص؟ وجود الفقاقيع دي بيحميك من ان يبقى فيه انفكشن، ان انت تفقعها يبقى انت فتحت جلدك وتبقى عرضة للانفكشن. دي ريكومند كده للفقاقيع. الحاجة التانية، امنع تعرضك للشمس تاني اثناء فترة العلاج بتاعك، اقعد في بيتك ما تطلعش في الشمس. الحاجة التالتة، لو هتطلع في الشمس، واحد عايز يروح شغله بتاع، يبقى انت عندك الاتي، لازم تلبس ملابس كويسة تحميك من الشمس. وتعرف ازاي؟ تمسك التيشيرت وتمسك الملابس بتاعتك في اشعة الشمس، لو لقيتها، لو شفت الشمس وشفت الخروم الصغيرة، لقيت الشمس بتعدي من الخروم الصغيرة بتاعت التيشيرت، يبقى التيشيرت ده مش هينفع معاك، هات تيشيرت يحميك يعمل بلوك خالص للشمس، ومع استخدام الصن سكرين. ده يا جماعه كان ريكومنديشنز مهمه جدا جدا لحروق الشمس. خلاص، مفيش غير يعني، هو مفيش حاجه غير كده، كل حاجه هتتعمل لوحدها، جلدك هيقشر لوحده ويرجع لطبيعته، كل حاجه هترجع لوحدها مره تانية. الفكره كلها ان انت بتتعامل مع الاعراض اللي موجوده وتحافظ على الوضع كما هو عليه لغايه لما جلدك يتجدد تاني. طب انا عايز اعمل بريفنشن بقى. بريفنشن، يبقى انت هتتجنب التعرض للسن اكسبوجر من فتره من 10 الصبح ل 4 العصر. لما تيجي تنزل مصيف ما تنزلش في وقت الظهر، انزل بعد العصر، خلاص. افويد السان تانينج او التانينج بيدز، الناس اللي بتروح تعمل تغير لون البشره عشان يبقوا سيكسي اكتر وكده، يبقى افويد، لان ده ممكن يعمل لهم سان بير. تمام. استخدام سان سكرين، يبقى استخدام سان سكرين، ومميزات السان سكرين ان هو يبقى الاس بي اف بتاعه اعلى من 30، ويبقى برود سبيكترم. كلمه برود سبيكترم يبقى شغال على الاي والبي، وده هنعرفه دلوقتي. استخدام نظارات شمس يعني كويسه بتحميني من اليو في اي واليو في بي عشان احمي الريتنا بتاعتي، يبقى انا استخدم البس نظاره شمس. خلاص، انا ابعد عن، او ان انا ابقى عارف ايه هي الادويه اللي هي بتبقى ليها فوتو سنسيتيفيتي، ابقى عارف، ما بقاش واخد دواء فلوروكينولونز او كده وابدا انزل في الشمس وانا عندي عرضه ان يبقى في سامبل، فانا ابقى عارف، ابقى عارف الادويه اللي ليها فوتو سنسيتيفيتي. يبقى خمس حاجات، اوقات بتاعه الشمس، ابعد عن التانينج، تالت حاجة استخدم سان سكرين، رابع حاجة البس نظارة شمس، خامس حاجة ابقى عارف الادوية اللي ليها فوتو سنسيتيفيتي، واحنا قلنا اشهر الادوية. تعالوا بينا نتكلم عن السان سكرين وشغلنا في الصيدلية وواقيات الشمس. السان سكرين ده ممكن يبقى لوشن، سبراي، جل، اي توبيكال برودكت بيعمل ابزورب او ريفلكت، يعني امتصاص اشعة الشمس او عكسها، ريفلكت يعني يعكسها زي مراية كده يعكسها، امتصاص او عكس، يعكسها او يمتص، هنعرف الفرق ما بين الاثنين. خلاص يا جماعة، وبيحميني من اشعه ايه؟ من الصن بير. انا بس عايز اقول لك ان الصن سكرين ممكن نقول عليه صن بلوك، يعني كلمه صن بلوك او صن سكرين الكلمتين متساويتين، يعني صن سكرين او صن بلوك الكلمتين متساويتين، ولكن في فرق بسيط جدا يمكن نعرف الفرق ده مع بعض. الصن بلوك عاده يطلق على الفيزيكال صن سكرين، والصن سكرين يطلق على الكيميكال صن سكرين، لان انا عندي نوعين من الصن سكرين، فيزيكال وكيميكال. الفيزيكال اللي هو بيعكس يا جماعه، يبقى الفيزيكال ده بنقول عليه سان بلوك، لذلك سموه بلوك، بيعمل بلوك كده اكن انت حاطط مرايه بتعكس اشعه الشمس، ده الفيزيكال سان سكرين، وسموه فيزيكال عشان بيكون فيزيكال بارير، طبقه كده، فيزيكال بارير واقيه. الطبقه الواقيه دي يا جماعه بتعكس اشعه الشمس، وفي الغالب مكونه من عناصر زي التيتانيوم دايوكسيد او الزنك اوكسيد، ولكن العناصر دي وتكوينه اصلا صيدلانيا كده تكوينه بيبقى ليه لو اجريسي، بيبقى زي دهني كده، وده مش شعبي ومش مقبول عن الناس اللي بتستخدم الصن سكرين، يعني ده مش شعبيا مش كويس ان هو يبقى ليه جريسي ابيرنس او دهني، ان انا احط صن سكرين وامشي في الشارع ابقى بنور كده والناس تبص كده تلاقي طبقه دهنيه على وشي، دي حاجه مش كويسه. لذلك نلاقي شعبيته مش زي الصن سكرين اللي هو ايه؟ اللي هو الفيزيكال صن سكرين اللي هو الصن بلوك. يبقى صن بلوك يسمى فيزيكال صن سكرين، بيعمل فيزيكال ليه؟ عشان بيعمل فيزيكال بارير. اما الصن سكرين ده بيسموه كيميكال صن سكرين، لان هو بيخلي الاشعه تدخل بس بيتفاعل معاها ويحولها الى اشعه غير ضاره، مع وجود شويه فري راديكالز بتظهر نتيجه التفاعل ده، وده اللي هو السان سكرين. السان سكرين يسمى كيميكال سان سكرين. طيب ايه الفرق ما بين الفيزيكال والكيميكال؟ الفيزيكال سان سكرين يا جماعه بيعمل لي فيزيكال بارير، بيعكس الاشعه وبيطردها بنسبه 99%. خلاص يا جماعه، مش مقبول كوزموتكس تجميليا، مش مقبول ليه جريسي ابيرنس، ومش شعبي، ما فيهوش اي كيميكال رياكشن، وما فيهوش اي فري راديكلز بتتكون، والعناصر الاساسيه فيه اللي بيدخلوها في صناعته وهي التيتانيوم دايوكسيد والزنك اوكسيد. الكيميكال سان سكرين وهو ده اللي بيطلق عليه شعبيا سان سكرين، انا عندي سان بلوك ده شعبيا، اللي هو شعبيا سان بلوك اللي هو اسمه فيزيكال سان سكرين. سان سكرين بقى ده
اللي اسمه كيميكال سان سكرين، ده عباره عن ماده كيميائيه، مواد كيميائيه بتتحط على الجلد، بتمتص اشعه الشمس بتدخل الجلد، فبيتم امتصاصها وتفاعل معاها. الكيميكال سان سكرين بيتفاعل مع اشعه الشمس يا جماعه ويحولها لاشعه غير ضاره مع خروج حاجه فري راديكالز. الفري راديكالز دي بقول عليها سكندري فري راديكالز، الناتجه من التفاعل الكيميائي ما بين السان سكرين واشعه الشمس او اليو في راديشن. الفري راديكالز دي بتعمل ايه؟ بتعمل بعد كده يا جماعه سكين ايجنج، وممكن يعني بعد فتره نلاقي الناس اللي بتستخدم السان سكرين دي السكين ايجنج عندها جالها بدري شويه خلاص نتيجه الفري راديكالز دي. ولكن الشركات طبعا الشركات بتهتم بتطوير نفسها، فنلاقي سان سكرين مش فقط بيعتمد على المواد بتاعت السان سكرين، لا كمان حاطين فيه powerful antioxidants، antioxidants قوية جدا جدا عشان تحميني من السكندري فري راديكالز، عشان تحميني من ايه؟ من السكندري فري راديكالز. الكيميكال سان سكرين هو الأكثر شعبية والأكثر قبولا نتيجة إن هو ما بيسيبش أي أثر، تحطه على وشك ما تسيبش أي أثر خالص، تبقى ماشي ما فيهوش أي أثر. بيستخدموا مواد ايه؟ تتفاعل كيميائيا مع الشمس، مواد زي البابا البارامانوبنزويك أسيد، مواد اخرى زي الساينوكزيد والاوكتوكرين والايسايل ساليسيليت والهوموساليسيليت والاوكسيبنزون والديوكسيبنزون والابوبنزون والسيلوسوبنزون. دي كلها مواد مشهوره جدا جدا استخدامها للكيميكال سان سكرين. سان سكرين بيتحط ازاي؟ بيتحط قبل الخروج والتعرض للشمس ب 20 30 دقيقه، ويحصل له اعاده تطبيق كل ساعتين، ده الجنرال يعني في على حسب كل شركه وتكوينها تمام. وبعد الاستحمام يعني بعد ما يروح يعمل ينزل الميه في الشاطئ او كده وكده، بعد ما يطلع يحط السان سكرين، يعني طالما دخل الميه وكده. في بقى حاجات ووتر ريسيستنت وكده، يعني انا بكلمك ان جنرال يتم تطبيقه مره ثانيه بعد ساعتين او بعد الاستحمام خلاص، او بعد ايه نزول الشط او نزول الميه او نزول حمام السباحه او كده، ده ان جنرال. ولكن في شركات طبعا عامله حاجه اسمها ووتر ريزيستنت، فيري ووتر ريزيستنت، وده اللي هنعرفه دلوقتي لما نيجي نتكلم عن فقره الميجرمنتس بتاعه البروتكشن، الحمايه وازاي احسب حمايه السان سكرين. اول حاجه الاس بي اف سان بروتكشن فاكتور، عامل الحمايه او المعامل الحمايه بتاع السان سكرين. معامل الحمايه ده بيتحسب، ده عباره عن عامل بيتحسب، الشركات بتحسبه للسان سكرين بتاعها عن طريقه حسابه لاشعه اليو في بي. الاس بي اف بيساوي كميه الضوء اللي بتعمل احمرار على الجلد المحمي من السان سكرين من المكون بتاع الشركه ده، على كميه الضوء اللي بتعمل احمرار في الجلد غير محمي. يبقى انا احسب كميه الضوء اللي بتعمل احمرار عن جلد محمي بالسان سكرين، اشوف كميه الضوء دي قد ايه، وارجع اقسمها على كميه الضوء اللي بتعمل احمرار في جلد غير محمي. النتيجه بيبقى في حاجه اسمها اس بي اف سكيل، نتيجه متعدده طبعا. فانا عندي اشهر الاس بي اف اللي موجوده في الماركت، عندي ال 15 وال 30 وال 50 وال 100، وفي حاجات بتبقى بلس 30 او بلس 50، يعني هو بيقول لك اكتر من 50 اكتر من 30 اكتر من 15 اكتر من 100. دي كلها يعني حاجات هنشوفها في الماركت وهنشوفها في الفقره بتاعه الكوزموتكس. الاس بي اف 15 بيحميني من 93% من اشعه اليو في بي، الاس بي اف 30 بيحميني من 97% من اشعه اليو في بي. ايه ده؟ 3 ل 7 93 ل 7 فرق 4% بس، فرق 4% بس ما بين 15 و 30، يعني انا 15 ضعفها 30، 93% المفروض ازود ضعف، لا ده انت زودت 4% بس. خد بالك بقى الاس بي اف 50 98%، ايه ده؟ زودت هنا 20، هنا يزيد 1% بس. خلي بالك الاس بي اف 50 ضعفها بقى بقت 100، يعني 50 ضعفها 100 هيزيد، هيبقى بيعمل كام؟ بيحمي 99%. خلاص يا جماعه انا دي ملحوظه مهمه جدا جدا عايزك تفكر فيها وتركز معايا فيها. يبقى الموضوع ما هواش لينير كده، ما هواش تدريجي، لا ملوش علاقه بالتدريجي. يبقى الاس بي اف 15 بيحميني من 93، الاس بي اف 30 بيحميني 97. لذلك الريكومنديشن بتاعه الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي بيقول لي ان احنا نستخدم بلس 30، يعني بلس 30 كافي جدا جدا خلاص. يبقى بلس 50 او 100 والحاجات دي كلها بتبقى اجتهاد كويس من الشركه، مش نقدر نلوم الشركه او مش نقدر نقولها، اجتهاد كويس. والاجتهاد الكويس ده بيديها فرصه دعايه كويس، يعني هي فرصتها للدعايه بتبقى كويسه لان الاس بي اف بتاعها 100، ودي حاجه كويسه، الشركه طورت من نفسها قدرت تعمل اس بي اف 100. ولكن انا كشخص صيدلي او انا كشخص هستخدم السان سكرين، انا عندي حاجه اسمها ايه، او هستخدم اي دواء على فكره مالهاش علاقه بالسان سكرين، حاجه اسمها البينيفيت كوست ريشيو، ان انا احسب البينيفيت والكوست ريشيو، تكلفتي هشتري السان سكرين ده بكام والبينيفيتس بتاعته، او هشتري الدواء اي دواء في الدنيا بيتم استخدامه او بيتم وصفه وبيعمل له ريكومنديشن عن طريق البينيفيت كوست ريشيو. الدواء ده هيكلفني مثلا 100 جنيه وهيعالجني بنسبه 99% او 95%، والدواء ده هيكلفني 500 جنيه وهيكلف نسبه علاجه مثلا هتبقى
2% زياده، لا يبقى انا هتخليني في ابو 100 جنيه. خلاص هي دي الفكره، ان انا بحسب ايه البينيفيت كوست ريشيو، ولكن ده اجتهاد كويس من الشركه، ده بيديها فرصه ان هي تعمل دعايه اكتر وده حقها، ولكن انا بحسب ليا حسابات تانية. خلاص يا جماعه. طيب السان سكرين، انا دلوقتي عندي الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي بتقول لي لما تيجي تشتري سان سكرين، على فكره مش بيقولوا لي انا، بيقولوا للناس في عامه، بيقول لهم لما تيجي تشتري سان سكرين هتبصوا على الاتي. اول حاجه ان هو يبقى برود سبيكترم، وده هتلاقيه مكتوبه هنا في العلبه، يعني هم منبهين على الشركات يكتبوا الحاجات دي كده، مش يعني اي شركه هتلاقي الكلام ده مكتوب زي ما انا زي ما هو مشروح في الصوره دلوقتي. خلاص ان هم يكتبوا هنا هل هو برود سبيكترم ولا لا. كلمه برود سبيكترم يبقى هو بيحميني من البي والاي عشان الحرق، والاي اللي هي بتاعه سكين ايج بقى بي واي. خلاص طيب هيكتبوا لي هل هو الاس بي اف بتاعه، يبقى انا اختار ال 30 فما فوق، اختار ال 30 فما فوق، هم بيقولوا لي كده اختار ال 30 فيما فوق اللي هو البلس 30 يعني. وهل هو ووتر ريزيستنت او فيري ووتر ريزيستنت. ووتر ريزيستنت ان هو ممكن ان هو يفضل ان هو يحميني وانا 40% يعني انا ادخل مثلا حمام السباحه او ادخل البحر لمده 40 دقيقه، 40 دقيقه يحميني، ده ووتر ريزيستنت. يعني لو فضلت 40 دقيقه في البحر اطلع الاقي السان سكرين شغال معايا، فوق ال 40 دقيقه لا محتاج احط تاني سان سكرين. خلاص يبقى هو بيحمي بس لمده 40 دقيقه داخل الميه، ده ووتر ريزيستنت. فيري ووتر ريزيستنت 80 دقيقه، فيري ووتر ريزيستنت 80 دقيقه، هو بيكتب لي ووتر ريزيستنت 40 دقيقه، فيري ووتر ريزيستنت 80 دقيقه. كل شركه على حسب المنتج بتاعها هل هو ووتر ريزيستنت ولا فيري ووتر ريزيستنس. خلاص يا جماعه يبقى ووتر ريزيستنس 40 دقيقه، فيري ووتر ريزيستنس 80 دقيقه. في حاجه يا جماعه اسمها سب ستانتيفلي، دي معناها ان السان سكرين يعمل يلزق في الجلد وما يطلعش بسهوله من الحمام السباحه وكده، ولكن ده مش مقياس قوي في اللي انا بقوله. يبقى المقياس الاول الاس بي اف بتاعك، البرود سبيكترم بتاعك، الووتر ريزيستنس او الفيري ووتر ريزيستنس. بقول ان السان سكرين مش لازم ان احنا يعني ممكن اختيار السان سكرين بيعتمد على نوع البشره، وانا عندي 6 انواع من انواع البشره. النوع الاول دي طبعا ممثلين مشهورين لانواع البشره بتاعتهم، النوع الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، بيقول لي ان النوع الاول ده اكثر عرضه فبالتالي محتاج سان سكرين الاس بي اف، السان سكرين الاس بي اف بتاعه بلس 30. النوع ان يبقى الاول والثاني والثالث دول اكثر عرضه فبيتعمل بلس 30 كويس قوي. النوع البشره الداكنه يا جماعه من اول الرابع والخامس والسادس كفايه قوي الاس بي اف يبقى بلس 15، يعني بقول له كفايه قوي يبقى الاس بي اف بتاعهم الاس بي اف بتاع سكرين بلس 15، ده ليه قدره برضه ان هو يحميهم. زي يعني لو دي استخدمت الاس بي اف بلس 15 زي ما دي بتستخدم البلس 30، دي هتتحمي على قد الحمايه بتاعت دي، مع ان هنا الاس بي اف مختلف طبعا لان هنا لون البشره بتاعها وطبقات الميلانين موجوده بتحميها ايضا من اليو في راديشن ودي، ولكن دي اقل فبالتالي محتاجه اس بي اف اعلى منها. يبقى انا بلس 30 كافي جدا جدا. ده يا جماعه بالنسبه لاول فقره، محتاج منكم تاخدوا بريك وبعدين نرجع نكمل الفقرتين التانيين اللي في الحلقه بتاعتي النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم تطبيق فارماتيوب يتم شرح فيه البيزك فارماكولوجي، كلينيكال فارماكولوجي، وفارماكوثيرابي. تستطيع من خلال هذا التطبيق وهو متوفر على الجوجل بلاي أن تشاهد جميع الفيديوهات بشكل منتظم، حيث يحتوي التطبيق على 20 قسم. كل ما عليك هو اختيار القسم ومن بعدها الحلقة التي تريد مشاهدتها، علما بأن جميع الفيديوهات تأتي للتطبيق بشكل تلقائي، لا تحتاج لتحديث التطبيق. حمل التطبيق الآن من متجر جوجل بلاي. بعد كده ندخل في الفقرة الثانية في حلقتنا النهاردة، ونتكلم فيها عن السكين ايجينج، شيخوخة الجلد. السكين ايجينج ده عامل طبيعي من عوامل الزمن، مع التقدم في العمر بيبدا ان هو يظهر، وفي عوامل تانية بتسرع من ظهوره او بتاثر على ظهوره زي ايه؟ التعرض لاشعه اليو في، شرب الكحولات بشكل كبير، التدخين، ودي عامل مهم جدا جدا. تلاقي الستات اللي بتدخن بيظهر لهم الشيخوخه المبكره بشكل كبير عن السيدات اللي ما بتدخنش. الانفايرومنتال بوليوشن، تلوثات البيئه نفسها المحيطه بينا، ده ليها تاثير. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيحصل ثلاث حاجات. اول حاجه نمسك الطبقه اللي هي طبقه الديرمز دي اللي هي تحت الابيديرمز، بيحصل فيه فقدان للفايبرس تيشو اللي هي الانسجه اللي فيها الفايبرس اللي بتمسك طبقه الديرمز زي الكولاجين، ولما الطبقه ما تمسكش يحصل فيها لخبطه، يبدا التجاعيد تظهر، وبيبقى في عندي سلو ريت من السيلولر رينيوال، يعني تجديد الخلوي بتاع طبقه الديرمز بيبقى بطيء جدا. كمان بيبقى فيه الفاسكولاريتي او الفاسكولار نتورك بيبقى بتقل، والجلاندولار نتورك النتورك الشبكات الاوعيه الدمويه والجلاندولار نتورك دي كلها بتقل. ده كل دي اول حاجه بتحصل في طبقه الديرمز. خلاص يا جماعه يبقى انا عندي
في مشكله في الفايبرس تيشو زي الكولاجين قليل، في عندي مشكله في البلاد فيزلز اللي في طبقه الديرمس، دي كلها اول مشكله. المشكله الثانيه في عندي مشكله في البارير فانكشن اللي هو الحاجز بتاع الجلد بتاعي، اللي هو بقى عنده في امبيرمنت في الهايدريشن، ترطيب الجلد بقى ضعيف، الوظيفه بتاعت الجلد كترطيب بقت وظيفه ضعيفه فيه، فبالتالي بنلاقي فيه جفاف، يبقى فيه رينكلز اللي هي التجاعيد مع جفاف. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه طبقه السبكيتينوس تيشو، يبقى انا عندي الجلد ثلاث طبقات، ايبيديرمس تحتها الديرمس قلنا مشاكلها وهي دي المسؤوله عن التجاعيد، بعد كده تحتها السبكيتينوس تيشو تبدا ان هي تقل سمكتها تقل، نلاقي الست لما تكبر في السن نلاقي جلدها بقى رقيق في تجاعيد ورقيق، نلاقي امسك وشها كده تلاقيه مليان تجاعيد ورقيق، الرقه دي ناتجه عن ان طبقه السبكيتينوس تيشو ابتدت ان سمكتها تقل. ثلاث حاجات بتحصل. خلاص يا جماعه، طيب انا عندي نوعين من السكين ايجنج، انترنسيك ايجنج وده الطبيعي اللي بيحصل مع التقدم في الزمن، طبيعي انترنسيك ايجنج مع التقدم في الزمن، والاكسترنسيك ايجنج ده اللي هو بنقول عليه الفوتو ايجنج، يبقى الفوتو ايجنج ده اللي هو الاكسترنسيك ايجنج، الاكسترنسيك ايجنج. الانترنسيك ايجنج ده بيحصل لكل البشر حت الايجنج هيحصل لك مع التقدم في زمن، في عوامل بقى جينيتك جروس هرمونال ميكانيكال فاكتورز بتاثر على الموضوع ده كله، وده الموضوع ده كله ليه علاقه نتيجه الدامج اللي بيحصل فيه او الالتريشن اللي بيحصل فيه الفايبر بلاست اللي هي طبقه الديرمال او الفايبرز اللي موجوده في طبقه الديرمز. طبقه الديرمز فيها فايبرز، والفايبر بلاست دي هي الخلايا اللي بتنتج الكولاجين يا جماعه، والفايبرز اللي موجوده في طبقه الديرمز. طبقه الديرمز فيها كولاجين، فيها فايبرز، فيها الفايبرز دي هي مسؤوله عن سمكتها وتمسك الطبقه. الطبقه دي لما يحصل فيها نقص في الخلايا الوظيفه بتاعه الفايبر بلاست، يعني نقص في انتاج الكولاجين، نقص في انتاج الفايبرز تيشوز، يبقى انا دلوقتي عندي طبقه الديرمز طبقه مهلهله، الهلهله دي تاثر على طبقه الابيديرمز اللي فوقها فينتج فيها تجاعيد وخطوط، ده اللي بنشوفها مع السكن ايجنج. الاكسترنسيك ايجنج هو الفوتو ايجنج، ده ليه عوامل اكسترنسيك عوامل خارجيه، واهم العوامل الخارجيه هو التعرض للشمس. يبقى انا دلوقتي الحلقه كلها مترابطه في بعض، كل ده بنتكلم عن التعرض ايضا للشمس. تعرض للشمس يا جماعه ليه دايركت وافكت، وبيزود تصنيع الفري راديكلز وانتاج الانفلاماتوري سيلز، دي كلها ليها علاقه بالسكن ايجنج. عوامل ثانيه خارجيه وبعد العوامل بتاع، يبقى اشهر عامل والاساسي معايا في العوامل الخارجيه الفوتو ايجنج، حتى سموه فوتو من الشمس، فوتو ايجنج هو التعرض للشمس. ثاني حاجه هي التدخين، السيجرت سموكينج. سيجرت سموكينج يا جماعه من الحاجات اللي ليها دور مهم جدا جدا، صدقوني والله لو تلاحظ هتلاقي السيدات اللي بيدخنوا هم الاقرب للتقدم في العمر والرينكلز عن السيدات اللي ما بتدخنش. خلاص يا جماعه، نتيجه الاريتيتد افكت بتاع السموك، وبيعمل تيشو هايبوكسيا، وفي عوامل كثيره نتيجه ان هو بيحصل فيه زياده في انتاج الفري راديكلز في السكن. البريماتيور سكن ايجنج معناها الشيخوخه المبكره او الجلد لما يشيخ بشكل مبكر، وده بيتحكم فيه عوامل كتيره زي الاسترس، الناس بتتعرض للاسترس، الناس اللي هم بيشربوا كحولات كتيره، الناس اللي هم النيوتريشن عندهم ضعيفه، الناس اللي هم اوفر ايتنج، الناس اللي هم سواء اوفر ايتنج او بور نيوتريشن، الناس اللي هم بيتعرضوا لتلوث كتير، الناس اللي هم يو في اكسبوجر، كمان الناس اللي هم الممثلين اللي هم عندهم الاكسبريشن بتاع الوش بتاعهم كتير قوي، اللي هو تعبيرات الوش تلاقي واحد كل شويه يغير من تعبيرات وشه، يقعد يعمل كده تعبيرات وشه في حياته المهنيه او في حياته تعبيرات وشه كتيره، غير الواحد اللي حياته المهنيه ما بتقدمش تعبيرات وش. الناس اللي بتقدم المهنه بتاعتهم بيبقى فيها تعبيرات وش كتيره، دي ايضا عرضه للبريماتيور سكن ايجنج. هنيجي نتكلم على حاجه كده مهمه جدا، وهي ازاي نحارب او نكافح السكن ايجنج، وده مصطلح مهم جدا جدا عجبني، هو مصطلح كومباكتنج سكن ايجنج. كان ممكن نكتب بريفنشن اوف سكن ايجنج، يعني منع، ما فيش حاجه اسمها بريفنشن، هو مش هيتمنع يا جماعه، مش هيتمنع، ولكن المصطلح الاكثر دقه هو ان انا اكتب كومباكتنج سكن ايجنج. اكافح السكن ايجنج ازاي؟ اول حاجه الجلايسيميك كنترول، ان انا الاكل بتاعي اظبطه واقلل الكربوهيدرات اللي فيه، خاصه الكربوهيدرات السريعه زي المستحضرات الاكلات اللي فيها الدقيق، العيش والحاجات دي يا جماعه، دي يا جماعه ليها علاقه بالاكني والروزيسي والسرايسز والاكزيما، وكل الكلام ده اتكلمناه في حلقات قبل كده في الاكني والاكزيما، ده برده ليه علاقه بالسكن ايجنج، يبقى اعمل جلايسيميك كنترول. تاني حاجه الاسينشال فاتي اسيدز، اخد اسينشال فاتي اسيدز زي الفيش اويل اللي غنيه بالاوميجا 3 والاوميجا 6، دي من الحاجات المهمه جدا جدا، وتحط
بيحافظ على السكن بتاعي ان هو تقلل من الايجنج بتاعه. الانتي اوكسيدنتس بجميع انواع الانتي اوكسيدنتس يا جماعه، الناس اللي هم على طول حياتهم اكلاتهم فيها انتي اوكسيدنتس نلاقي ان السكن ايجنج عندهم بيتاخر شويه. مش عايزين نتكلم بتفاصيل، يمكن اعمل بوز للفيديو فيه تفاصيل كتيره، ولكن ده ملخص الفقره او السلايد دي علشان ما نطولش عليكم في الحلقه. التوبيكال كير، يبقى انا عملت ايه؟ ظبطت اكلي، هبدا ان انا استخدم حاجات. اول حاجه هفكر فيها ان انا الصن سكرين واستخدمه اللي هو البرود سبيكترم، وده مهم جدا جدا علشان احنا عرفنا ان في حاجه اسمها اكسترينسك سكين ايجنج واساسها هو تعرض للشمس. اللايت ديلي مويسترايزر، ان هو الترطيب اليومي. الترطيب اليومي مهم، ان انا ما اخليش جلدي جاف وابدا ان انا ارطبه باستمرار واحافظ على ترطيبه. الحاجه الثانيه النايت تايم مويسترايزر، الترطيب الليلي. ايه بقى هرطب بالنهار وارطب بالليل؟ لا، ده الترطيب الليلي ده مهم جدا جدا. ليه؟ لان انت لما ترطب بشرتك قبل ما تنام، لما تيجي تنام الواحد يا جماعه لما يجي ينام تلاقي مثلا وشه على المخده، قلب وراسه على المخده، وشه على المخده، الخد ده على المخده، حتى انت بتيجي تصحى تلاقي مثلا الحروف بتاعه المخده باينه في وشك. اول ما تصحى على طول بص في وشك هتلاقي العلامات بتاعه النوم باينه في وشك. دي من ضمن الحاجات ايضا اللي بتسرع كمان في السكين ايجنج. فانت لما ترطب بشرتك قبل ما تنام بتحمي بشرتك من الحته دي على فكره، ودي من الحاجات المهمه جدا والنصايح اللي انت ممكن تقدمها. الحاجه الثانيه، احنا في جدول كده ملخص جميل جدا جدا بيقول لك ايه هي السبلمنتس المفيده للسكين ايجنج، والسبلمنتس دي كلها موجوده سواء كان ادويه في مصر مستورده او ادويه بره مصر، دي كلها سبلمنتس مفيده لان هي تقلل من السكين ايجنج. ممكن برضه تعمل بوز دي، يعني اشهرهم على فكره يا جماعه الكوانزيم كيو 10 والسيلينيوم والفيتامين اي والفيتامين اي والفيش اويل واللايكوبين. لايكوبين دي على فكره بيجي من الطماطم، والجرين تي والجراب اكستراكت دي من حاجات، والسوي ايزوفلافون والحاجات دي كلها من اشهر الحاجات اللي ليها علاقه كسبلمنت ان هي تقلل او تعمل سبورت سكين هيلث. يعني عامه بتخلي الجلد حيوي اكتر، بتدي الجلد الحيويه بتاعته. فكره الجدول ده على فكره جدول جميل جدا. يعني ندخل في نفس الفقره بتاعتنا اللي هي السكين ايجنج، هنتكلم عن حاجه اسمها الرينكلز وهي التجاعيد. رينكلز خطوط تجاعيد بتظهر في البشره ليها علاقه بمشاكل في الكولاجين اللي موجود في الديرمز والالاستيك فايبرز الموجود في الديرمز. الرينكلز يا جماعه جزء طبيعي جدا من الايجنج، من التقدم في العمر. الرينكلز ليه علاقه ان هو ممكن يظهر بعد، يعني ليه علاقه ان هو بيظهر في الـ 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 في الـ الـ الوش و الايد اكتر. ليه؟ لان احنا دول هم اكتر حاجه معرضه للشمس. واحد يقول لك ليه التجاعيد بتظهر في البدايه في الوش والايدين؟ لان دي طول عمرك هم دول المعرضين للشمس، ودي الاكثر عرضه ان يحصل فيهم الرينكلز. الاسباب يا جماعه الايجنج سواء كان انترنسك او اكسترنسك، البريماتور ايجنج سندروم، الاكسبوجر لليو في لايت خلاص يا جماعه، والسموكينج او البور نيوتريشن، الريبيتد فيشل اكسبريشنز واللي لسه قايل لك عليها بتاع الممثلين والممثلين اكثر. تلاقي الممثل اللي بيعمل ادوار بتاعته زي جيم كاري، عارفين جيم كاري؟ الادوار بتاعته كلها معتمده على الفيشل اكسبريشنز. تلاقي هو دلوقتي في رينكلز كتيره قوي. خلاص يا جماعه الجنس، نلاقي السيدات اكثر عرضه عن الرجال في ظهور الرينكلز. انواع الرينكلز يا جماعه انواع عديده بصراحه على حسب الكلاسيفيكيشن، في على حسب الدبس بتاعها العمق بتاعها، في فاين رينكلز وفي ميديوم ديبس رينكلز وفي ديب رينكلز، وفي بقى على حسب اللوكيشن في حاجه اسمها النيزولوبايل فورورز والبيري اور رينكلز والفيرتيكال لاترال فورهيد رينكلز. وفي خطوط اشهر انواع رينكلز على حسب الخطوط بتاعتها، يعني دي اسمها الكروز رينكلز اللي هي عند العين كده خلاص يا جماعه، ودي النيزولابايل خلاص، دي الرينكل التخينه دي، والتخينه دي اسمها النيزولابايل، ودي الليب لاينز اللي هي في تلاقي الشفايف كده مخططه كده على مدار الشفايف، دي مخططه، ودي الفور هيد رينكلز. دي على حسب يعني الدكاتره طبعا بتوع الكوزموتكس، الدكاتره الجلديه بتخصص الكوزموتكس، ليه الخطوط دي معروفه جدا، بيدرسوا العضلات، بيدرسوا اماكن الحقن، لان في حقن البوتكس لها اماكن معينه في العضله معينه، في هنا تحت الجلد في عضلات كتيره، كل عضله يعني الموضوع اعمق من انت تتخيل من حلقه او حاجه زي كده، الموضوع عميق جدا. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا عندي دي طبقه الديرمز فيها كولاجين وفيها فايبرز ماسكه الطبقه كده، مع التقدم في العمر خلاص، مع التقدم في العمر حاجتين بيحصلوا، البلاد سبلاي بيقل، الكولاجين بيبدا يقل، الفايبرز تيشو والنتورك بتبدا تقل. فلما تقل طبقه الديرمز تضعف وتتهلهل، التهلهل ده بيأثر عليها، فبيظهر عليا في طبقه الديرمز خطوط، يبدا مع التقدم في العمر ايضا مفيش كولاجين، مفيش فايبرز تيشو، مفيش نتورك من الفايبرز، مفيش بلاد فيزلز كويس، تهلهل يزيد، طبقه الديرمز تهلهلت وترخرخت
بقت سمحت للطبقات العلويه ان هي تتغلغل ويحصل في التجاعيد. ده الموضوع بكل بساطه. ولكن عايز اقول لك في حاجه اسمها سليب رينكلز، ان انت اول ما تنام وتصحى تلاقي في شويه رينكلز كده بعد دقائق او ساعه في من صحيانك تلاقي كل حاجه اختفت. دي عادي جدا جدا، اسمها سليب رينكلز. وعلى فكره من ضمن السليب رينكلز لو بتيجي لك كتير ده تاكد ان انت هيجي لك سكين ايجنج بشكل مبكر، لذلك الترطيب الليلي مهم. نيجي بقى لحاجه تانية، حاجه اسمها الووتر اميرجن رينكلنج. تروح تقعد في البانيو مثلا بالساعتين ثلاثه، تروح حمام سباحه بتاع، تلاقي ايدك كده عامله زي الشكل ده، وكلنا شفنا الشكل ده وكلنا مرينا بالحاجات دي. دي حاجه اسمها الووتر اميرجن رينكلنج. الكيراتين اللي مليان في جلدك امتص ميه كتير جدا، فلما امتص ميه حجم الجلد مساحه الجلد زادت كده، فلما زادت ابتدت ان هي مع ان انت بعد شويه ابتدت ان هي تكرمش ويحصل لها كرمشه نتيجه ان في كراتين مليان ميه جوه. بعد شويه هيبدا امتصاص الميه يتبخر منها، يبدا الجلد يعود تاني. فما تقلقش انت ما عجزتش ولا حاجه، ده مجرد حاجه مؤقته. هنيجي نتكلم عن المانجمنت، ازاي نعمل مانجمنت لرينكلز ونخفيها على قد ما نقدر. في الكلام ده فيه طبعا. نبدا باول حاجه اللي هي الكومباكتنج سكين ايجنج، لسه شارحينها دلوقتي. ظبط اكلك، خد الفيتامينز المهمه، حط سان سكرين، دي كلها اتكلمنا فيها. نيجي لحاجه بقى انتي ايجنج كوزموتكس، المستحضرات اللي موجوده في الصيدليه الكوزموتكس اللي فيها مركبات انتي ايجنج. انتي ايجنج اول حاجه ان انا لازم ارطب قبل، يعني المستحضرات دي كلها فيها مرطب ومواد انتي ايجنج. يبقى المستحضر ده فيه حاجتين، مرطب، ما انا عندي جفاف يا جماعه، في عندي امبيرمنت في الهيدريشن، صح؟ يبقى انا هرطب واستخدم ماده من المواد الانتي ايجنج. ايه هي الماده من المواد دي؟ الريتينويل يا جماعه. الريتينويل بيقلل الفاين لاينز، الفاين لاينز دي الرينكلز الخفيفه قوي والبورز، تمام؟ يبقى ده اول مركب اهو. ابيديرمال جروس فاكتور، حاجه كده اسمها ابيديرمال جروس فاكتور، يمكن هنشوفها في فقره الكوزموتكس. على فكره الحلقه دي فقره الكوزموتكس بتاعتها كتيره قوي. شوف بقى السان سكرين بقى والحاجات بتاعت السكين ايجنج والرينكلز والحاجات بتاعت الهايبر بيجمنتيشن، يعني في فقره كبيره في حلقه مخصصه ليها هنشوف الابيديرمال جروس فاكتور والحاجات دي. الهيالورونيك اسيد، هنلاقي في شركات بتعتمد على الهيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد بيعمل بروموت للكولاجين سينثيز وبيعمل له ريبير وبيرطب كويس، هيدريشن كويس. الالفا هيدروكسي اسيد اللي هي احماض الفاكهه، والبيتا هيدروكسي اسيد زي الاحماض اللي بتيجي من اللي البيتا هيدروكسي اسيد زي السلاسيليك اسيد كده، يعني بس من مستحضر طبيعي من نبات الصفصاف والحاجات، عارفين طبعا نبات الصفصاف اللي بيجيبوا منه السلاسيليك اسيد والحاجات دي، الحاجات دي. البيتا هيدروكسي اسيد ده زي السلاسيليك اسيد كده. الالفا هيدروكسي اسيد دي الاحماض بتاعه الفاكهه، والجلايكوليك اسيد اصلا برضو من ضمن الالفا هيدروكسي، يعني الالفا هيدروكسي اسيد حاجات كتيره من ضمنها برضو الجلايكوليك اسيد وكده. ده بنبدا ان احنا نحطه في المستحضرات دي كان هو بيشتغل كتقشير، والتقشير ده كويس ليه؟ لان انا بجدد الخلايا، وتجديد الخلايا ممكن يساعد ان هو يحسن من المظهر شويه. يبقى التقشير من ضمن العلاجات بتاعه الانتي ايجنج ايضا، وفي مستحضرات فيها الفا هيدروكس اسيد والحاجات دي. البيبتايدز زي ايه؟ زي الماتريكسل والكوبر بيبتايدز، دي حاجات يا جماعه بتعمل بوست للبرودكشن بتاع الكولاجين والالاستين. الكوانزيم كيو 10 هنلاقيه في مستحضرات فيه كده، كوانزيم كيو 10 بيعمل ريجوليت الانرجي برودكشن في الخلايا ويظبط الخلايا كالانرجي برودكشن بتاعها بيتظبط. في عندنا يا جماعه الارجرلين، وده بيعمل ريلاكس للماسلز الموجوده فالرينكلز تخف. يعني انا الرينكلز لو انا قدرت ارخي العضلات فانا هخلي السكن كده، لو هو في رينكلز، الرينكلز دي تبدا ان هي لو في تجاعيد خط كده، الخط ده يروح العضله ما ترتخي، الخط يرخي معاها فيختفي خلاص. وده هنلاقيه في مستحضرات بتتحقن زي البوتوكس والحاجات دي. بتعمل ايه؟ بتعمل ريلاكس الماسلز اللي في الوجه. انتي اوكسيدنتس يا جماعه بتحمي الخلايا من الدامج وبتحميها من فري راديكلز. برود سبيكترم سان سكرين ده بيحميني من اليو في اي، خاصه اليو في اي، لان السان سكرين معمول كيو في بي، ولكن لما اقول برود سبيكترم يبقى انا محتاج ان هو يحميني من اليو في اي، لان هي هنا المسؤوله عن الايجنج. اليو في اي الفيتامين سي كانتي اوكسيدنت وبيساعد على الهيلينج والريبير. خلاص دي كلها مستحضرات ممكن تلاقيها كاحد نلاقي حاجه منها او اكتر من حاجه في مستحضرات بتاعه الانتي ايجنج اللي هنشوفها في فقره الكوزموتكس. نيجي بقى نتكلم عن علاجات اخرى. الكيميكال بيلينج، الكيميكال بيلينج هو ان انا هعمل تقشير كيميائي، هستخدم ماده كيميائيه عشان تقشر، ولما تقشر تسمح بضبط الابيديرمز ان هي تعمل. والتقشير ده بيختلف على حسب الماده اللي انا هستخدمها وتركيزها، يعني التراي الكلورو اسيتيك اسيد بتركيز معين بيعمل تقشير في الطبقه اللي فوق الخفيفه اللي فوق، لو زودت تركيزه يزيد شويه في الطبقه اللي تحت، ممكن يوصل للطبقات اللي جوه خالص. فبالتالي بيعتمد على الماده اللي بستخدمها وتركيزها.
اشهر المقشرات الكيميائيه ترايكلور اسيتيك اسيد، ساليسيليك اسيد، والالفا هيدروكسي اسيد، ودي حاجات كتيره زي الجليكوليك اسيد والفينول. خلاص يا جماعه، كل دي دكتور التجميل بيحسب بيشوف الرينكلز عباره عن ايه، يبدا ان هو يقيمها، هل هي فاين، هل هي ميديوم، هل هي ديبس. يبقى انا بقيم وابدا اعمل التقشير بتاعي. التقشير بيتم عند الدكتور التجميل، بيبدا ان هو يعمل تطبيق ليه، ويبدا ان هو يعمل حركه دائريه كده على المكان ده، ومع استخدام المركبات الكيميائيه دي، ولمده زمنيه معينه من 5 دقائق 10 دقائق. كل ما المده تزيد، كل ما الطبقات بتاعه الجلد تبدا تعمق معايا في التقشير. التقشير بيعمل ايه؟ التقشير بيبدا في يعني ليه استراتيجيات يا جماعه. قبل التقشير الدكتور بيخلي الست دي تعمل حاجات معينه، وتنظيف بشره وكده، واثناء التقشير الدكتور بيعمل حاجات، وبعد التقشير الست بتمنع تتمنع خالص عن الشمس، تاخد سان سكرين، وشها بيبقى موهوج ومحمر، والخلايا لسه بتتجدد. يعني استراتيجيات مش زي ما انت متخيل، لا، في خطوات بتتعمل. ده اسمه التقشير الكيميائي. التقشير الميكانيكي ده مش بنستخدم مواد كيميائيه، بنستخدم حاجه ميكانيكيه. وعندي يا جماعه حاجه اسمها الديرما بريشن والمايكرو ديرما بريشن. الديرما بريشن ده جهاز زي ما احنا شايفين، اجهزه كتير جدا، اجهزه التقشير الكيميائي مختلفه على حسب الشركه، وكل واحد ليه تقنيه، عباره عن حركه دائريه كده بيدور، ممكن يبقى بيدور، ممكن يبقى بالحاجات اللي هي، وبعد الدوران ممكن يبقى في اوبشن هو بيشفط الخلايا دي، وممكن في اوبشن هو بيحط ميه ويقشر مع الميه، وبيبقى في يعني حاجات كده زي تقشير كيميائي. هو مش بيعتمد على وجود ماده كيميائيه على قد ما بيعتمد على ميكانيكيا، ان يبقى في مثلا حاجات زي الحبيبات الصغيره وتمشي على الجلد، فتيجي تقشره، فتيجي مع الشفط، مع وجود ميه، مع الحركه بتاعه الجهاز دي، كلها اجهزه كتيره للدرمابريشن. في المايكرو درمابريشن زي درمابريشن بس بيشيل طبقات رقيقه، يبقى مايكرو، هو مايكرو منه بيشيل طبقات رقيقه. ده بالنسبه للميكانيكال بيلينج. علاجات اخرى بقى، ان انا اعمل فيلر انجكشن، ان انا احقن اماكن معينه فيها التجاعيد دي، فيها في طبقه الدرمز، احط مواد في طبقه الدرمز عشان تمسك طبقه الدرمز شويه. زي ايه؟ ان انا احقن هيالورونيك اسيد، احقن كولاجين، احقن كالسيوم هيدروكسيلابيتايد، احقن بولي كربولاكتون، احقن بولي ميثايل ميثاكرايلينيت، احقن بولي لاكتيك اسيد. دي كلها مركبات ومكونات لحقن موجود منها براندات كتيره، ممكن يبقى الحقن فيها اكتر من مكون. هيالورونيك اسيد وكولاجين كمكونات اساسيه، مع اضافه بعض المكونات التانية، دي كلها بنقول عليها الفيلرز، اللي هو حقن الفيلر. خلاص يا جماعه، بحقن الجلد ده، وحقن الفيلر مش بس للرينكلز، ممكن نستخدم كالكوزموتيك، ان في واحده عايزه تكبر الشفايف فممكن تحقن فيها فيلر او حاجات زي كده. البوتيولينيوم توكسين انجكشن. البوتيولينيوم توكسين في عندي نوعين، تايب اي وتايب بي. انا بتكلم على التايب اي اللي هو البوتوكس، ليه استخدامات كتيره، من ضمن استخداماته ككوزموتكس ليه استخدامات كتيره، طبعا في المايجرين والحاجات ليه استخدامات كتيره، ولكن انا بستخدم في الاستخدام الكوزموتكس، الاستخدام التجميلي، ان هو بيشيل الرينكلز كتأثير مؤقت لمدة 3 لـ4 شهور تقريبا، ويبدأ ان هي الست ممكن تعيد حقن مرة تانية. واماكن معينة في الرينكلز، يعني الكروز فيت والحاجات الفروين لاينز، دي اشهر الاماكن اللي بيبقى فعال فيها قوي اللي هو البوتوكس. يا جماعة البوتوكس بيتحقن بيعمل ايه؟ بيبدأ ان هو يمنع الاستايلكولين، والاستايلكولين ده مسؤول عن الكونتراكشن بتاع المصل، فيعمل ريلاكس للمصل. الريلاكس بتاع المصل ده يخلي التجاعيد ترخي معايا وهي ما تخلاش ايه ملحوظة. وده طبعا بعد 3 لـ4 شهور يبدا ان البوتوكس ده تاثيره يختفي، من خلاص يبدا العضله تبدا ان الاستايلكولين يشتغل تاني، ويبدا ان هو محتاج اعاده حقن مره تانية. حاجه كمان، نستخدم الليزر او الاجهزه اللي بتعتمد على الطاقه. الليزر يا جماعه ممكن يشتغل كان هو بيعمل استيميليت للكولاجين برودكشن، وكمان هو من الحاجات اللي هو بيشيل الطبقات، يشتغل كمقشر كمان وبيشيل الطبقات، وبيستعمل تحسين لانتاج الكولاجين، وده اللي هو العلاج بنقول عليه السكن تايتنينج بالليزر. ممكن نعمل سكن ليفتنج باستخدام العمليات الجراحيه التجميليه اللي هو الفيس ليفت سيرجري، اللي هو العمليات الجراحيه بتاعه الوجه، عن طريق ان انا بشيل الزوائد الجلديه. يا جماعه يعني دي احد السيدات اللي عملت عمليه تجميليه في الوجه الجراحيه، هنا في زوائد جلديه، الزوائد الجلديه دي بتبدا ان هي تتشال مع عمليات دقيقه طبعا ايه تجميليه. تمام، العمليات دي بتبدا ان هي تشد الجلد، الجلد المرخي ده يبدا يتشد، فيبدا ان هو ما يظهرش رينكلز وما يظهرش سكين ايجنج كده. يبقى احنا يا جماعه اتخلصنا الفقره الثانيه في حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن حاجتين مهمين، سكين ايجنج ورينكلز. خد معايا بريك سريع وهنتكلم عن اخر فقره معانا وهي الهايبر بيجمنتيشن.
بعد كده ندخل في الفقرة الثالثة والأخيرة وأكثر فرق فقرة في حلقتنا النهاردة، وهي الهايبر بيجمنتيشن. الهايبر بيجمنتيشن هو إن يبقى في مناطق عندي في السكين بيبقى أغمق من المناطق الطبيعية بتاعتي نتيجة زيادة في الميلانين. طبعا كل احنا عارفين الميلانين والكلام ده كله فهمناه وخلاص، يبقى انا مش محتاج اشرح ايه ميلانين وبيجي ازاي وبيزيد ازاي والكلام ده كله. ناتج عن ايه الهايبر بيجمنتيشن؟ اسباب كتيره، ممكن يبقى سان دامج يعني سان بيرن او انفلاميشن خلاص، او سكين انجري في حرق او جرح او كده مع التعرض للشمس، كل ده ممكن يبقى بيؤدي. الاكني فولجاريز نفسها، الاكني حبات الاكني لما تتعمق ويحصل فيها انفلاميشن ومع التعرض للشمس والكلام ده كله يبدا ان هي يبقى في بقع، البقعه دي بنقول عليها الهايبر بيجمنتيشن سبوتس، السبوتس دي بنقول عليها الزياده في التصبغ اللي هو الهايبر بيجمنتيشن. هايبر بيجمنتيشن يا جماعه ممكن يبقى متعلق ببعض الامراض زي الادسونز ديزيز والكاشنج ديزيز، وده ناتج عن زياده الايه الميلانوسايت ستيمليتنج هرمون. احنا عارفين ان الكاشنج والادسون زياده في الكورتيزون، الكورتيزون بيبقى ناتج عن البيج ماما، والبيج ماما دي هي المسؤوله عن انتاج الام اس اتش، يبقى انا في عندي والتينيا من ضمن التينيا انفكشن برضو ممكن يبقى ليعمل هايبر بيجمنتيشن لاماكن معينه وانواع معينه من التينيا. وفي عندي مرض يا جماعه اللي هو الهيموكروماتوزيس، وده ناتج عن التراكم بتاع الايرون في الجسم، ده ممكن يبقى يعمل عندنا هايبر بيجمنتيشن او لون كده ناتج عن التراكم ده. هايبر بيجمنتيشن يا جماعه ليها مشكلتها الرئيسيه الكبيره جدا، هي المشكله النفسيه اللي بيبقى ليها مشاكل نفسيه مش كويسه على الشخص، ان هو شايف بقع في وشه او بق وشه متبقع، فدي بتعمل له مشاكل نفسيه. احنا بنتكلم على الهايبر بيجمنتيشن، فهنتكلم عن اشهر ثلاث انواع من الهايبر بيجمنتيشن. عندنا ثلاث انواع، عندنا يا جماعه الميلازما، الميلازما دي وهي بالعربي كده اسمه الكلف، الكلف بقى كلف الحمل واللي بيظهر بالحمل والكلام ده، ده اللي بنتكلم فيه. الميلازما، الميلازما هو الكلف. الكلف الهايبر بيجمنتيشن هنا مختلف شويه، لون خفيف طفيف مختلف من مكان لاخر، بيتدرج من اللون البراون الخفيف قوي الى الجراي الى الدارك براون على حسب الاماكن. يبقى انا عندي بقع زي ما انا شايف، يمكن الصوره يعني لو ركزنا هنوضح نشوف قوي الكلف ده عباره عن ايه. هايبر بيجمنتيشن خفيف يا جماعه، عباره عن تصبغ خفيف ومش موحد ومنتشر في اماكن زي ما انا شايف كده، ومش موحد معايا، وده اللي بنقول عليه الكلف. ده بيظهر عند السيدات اكتر بكتير من الرجاله، واسبابه ايه السبب بالظبط مش عارفين، ولكن في عندي حاجه اسمها تريجرز، الحاجات اللي ممكن تؤدي الى ظهور الكلف. اول حاجه التعرض للشمس، تعرض للشمس من احد التريجرز اللي ممكن تؤدي الى الكلف. الهرمونال تشينجز، وده اللي بنشوفه بعد الست الحامل او الست اللي بتاخد حبوب منع الحمل او اللي بتاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي، ان هي اكثر عرضه للكلف ده والتصبغ ده. الجينيتك، التعرض الجيني، نلاقي ان الست نفسها امها او عائلتها بيجي لهم الكلف، فهي عندها الاستعداد الجيني ان يجي لها الكلف. بعض المنتجات اللي بتستخدمها، واحده عملت تجرب منتجات ليل ونهار على بشرتها، فدي من الحاجات التريجرز اللي ممكن يجي لها الكلف. ده بالنسبه يا جماعه الملازم اللي احنا بنقول عليه الكلف، والمشهور عندنا باسم ايه؟ الكلف. عندنا حاجه ثانيه يا جماعه اللينتجنز، اللينتجنز دي حاجات كتيره، يعني كلمه لينتجنز بيتدخلها حاجات كتيره من الهايبر بيجمنتيشن. اشهرهم يمكن عندنا اللينتجو سامبلكس، ودي اللي هي الحسنه، عارفين كده اقول لك انت طالع لك حسنات حسنه في جلدك، الحسنه دي اسمها لينتجو سامبلكس، او الوحمه اللي هي نيفاس بايلس دي اسمها الوحمه. الوحمه دي مع الولاده بتظهر، مع الولاده الحسنه ممكن مع الولاده بعد الولاده بتظهر بعد كده، الوحمه بتظهر بعد الولاده يعني مع الميلاد بيبقى فيه الوحمه دي بتظهر، بتفضل مع البنت دي، ودي بقى علاقه وليها علاقه وراثيه ولها عوامل كتيره. يبقى انا عندي يا جماعه حاجه اسمها الحسنه والوحمه، دي كلها حاجه انواع من انواع فرط التصبغ اللي هو الهايبر بيجمنتيشن، وده ناتج عن المشاكل بتاعه الميلانين. طب الحسنه والوحمه ايه المشاكل بتاعتها؟ ان زياده عدد الميلانوسايتس في المكان ده، زياده عدد خلايا، عدد مش زياده الميلانين، زيادة عدد الخلايا. الخلايا طبعا هتعمل ميلانين، بس زيادة عدد الخلايا، يبقى ما عنديش النمبر بتاع الميلانوسايت مش نورمال، مش نورمال في الاماكن دي، زياده عدد الايه النمبر بتاع الميلانوسايت. طب انا عندي في حاجه اسمها الديفرنشال دايجنوزس، ان انا عشان ما اختلطش التشخيص بتاعه في عندي حاجات لازم اقول لك عليها. في حاجه اسمها الفريكل او فريكلز الجمع بتاعها، السكين تاج او السكين تاجز الجمع بتاعها، المول او المولز الجمع بتاعها، والميلانوما. الفريكلز او الفريكل هو النمش، النمش ده مختلف خالص عن الكلف، مختلف خالص عن الحسنات والكلام ده. النمش ده عباره عن سمول براون سبوت منتشره
ده بيبقى ناتج عنه يا جماعه الزياده في الميلانين، ولكن العدد بتاع خلايا الميلانوسايت واحد، خلايا الميلانوسايت عددها ثابت ولكن الميلانين زايد في الاماكن دي، اما الحسنه او الوحمه لا، المكان ده فيه زياده في عدد الميلانوسايت. خلاص ده بيبقى نمش ده للناس اللي عينهم زرقاء. خلاص يبقى الناس اللي عينهم زرقاء بصراحه عشان ما نحسدهمش هم مظلومين، اكتر ناس بالحلو اكتر ناس عرضه للنمش، الناس اللي عينهم زرقاء الناس اللي شعرهم احمر الحاجات دي كلها هي دي اكثر عرضه للنمش. ده بالنسبه للفريكل. السكين تاج هو الحسنات البارزه الجلديه البارزه، خلاص ودي بتبقى اكتر عند الناس اللي هم الاوبيز، في بتحصل في العمر المتوسط من العشرينات للثلاثينات بيظهر بشكل كبير، وده علاجه ان تروح لجراح بيشيلها او بيعملها فريزنج او كده بتشال عادي. المولز ودي الحسنه اللي بتعتبر عند بعض البنات حاجه كده جماليه لما تظهر في اماكن معينه في وشهم، ده يا جماعه المول او المول دي حسن، يعني دي اسمها مول حسن واحد، المولز اللي هي الحسنه، بس مش زي الحسنه دي، لا دي حسنه بارزه، خلاص بارزه زي ما انا شايف كده وليها لون غامق غير الحسنه اللي هي بتبقى فلاتت كده مصبحه كده. خلاص ده بالنسبه للمول او المولز. عندي بقى الميلانوما وده نوع من انواع السرطانات، ده بيبقى شبه المول بالظبط، ولكن ايه الفرق؟ ان المول دي عندها من وهي صغيره لغايه وهي كبيره هي، انما لما بتظهر في جلد حاجه زي كده وبتبدا تنتشر وبتبقى بشكل ايريجولر ده يا جماعه بتبقى ميلانوما. ده كديفرنشال دايجنوزس عشان الانتيجنز الانواع بتاعت الانتيجنز ما تدخلش عليك ما بينها وما بين الفريكل او السكين تاج او المول او الميلانوما. خلاص يا جماعه طيب ندخل بقى في النوع الثالث. انا قلت لك ثلاث انواع من الهايبر بيجمنتيشن، اشهر ثلاث انواع. اول حاجه ايه هي؟ الملازما وهي الكلف. ثاني حاجه وهو انواع الانتيجنز حاجات كتيره، وقلنا الديفرنشال دايجنوز بتاعها حاجات مهمه خلاص احنا عرفناها اهو خلاص مش محتاجين نتكلم عليها. واتكلمنا بعد كده عن النوع الثالث هنتكلم عليه دلوقتي، وهو النوع الثالث هو البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن ده من نوعه ان حصل هايبر بيجمنتيشن بعد عمليه انفلاميشن، يعني واحد حصل فيه حرق مثلا من الدرجه الثانيه، بعد الحرق ده تعرض للشمس يبدا ان هو يبقى فيه حاجه اسمها بوست، في جرح مثلا حصل لك في وشك وبعد الجرح ده ما لم وبتاع بقى فيه لون جلدي داكن، في حبوب شباب عندك زي ما انا شايف في الصوره، بعد ما الحبوب اختفت كان في انفلاميشن. فالبوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن بيحصل نتيجه اللي بعد ما يحصل انفلاميشن بيبقى فيه هايبر بيجمنتيشن، وليه عوامل كتير يا جماعه، مع التعرض للشمس مع بيبقى فيه عرض فرصه اكتر ان يبقى فيه بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. لذلك اي انفلاميشن في السكن ابعد عن الشمس، اي انفلاميشن في السكن، اي التهاب في السكن، اي جرح ابعد عن الشمس عشان البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. في حاجه كمان اسمها البوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن، ممكن بعض الجروح يعني واحد ممكن ما يتجرح كده تلاقي لون البشره بقى لونه ابيض، ده بنسميه بوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن، بيبقى فيه فقدان لخلايا الميلانوسايتس اثناء الجرح ده ما بيلم، انت فقدت ليه طبقه الميلانوسايت الخلايا الميلانوسايت في المكان ده والجرح لم وما بقاش فيه في المكان ده خلايا ميلانوسايت، فتلاقي الجرح ده ايه مسبب لون ابيض مش لون داكن، ده بنقول عليه بوست انفلاماتوري هايبو بيجمنتيشن، وده في الغالب بعد الجروح، واحد مطوه مثلا جرح مش عارف ايه تمام، ده اللي انا اقصده. المانجمنت اول حاجه في المانجمنت، ابعد عن الشمس، ابعد عن الشمس او استخدم الصن سكرين لما تيجي تخرج، دي اول حاجه الف ب. تاني حاجه ان انا استخدم توبيكال مانجمنت. اول حاجه يا جماعه على الاطلاق هو الهيدروكينون اتش كيو. الهيدروكينون موجود اوتو سي ب 2%، لو في تركيز تاني اللي هو 4% ده محتاج وصفه طبيه، ده طبعا على الناس اللي بقى الناس اللي بتتكلم في الاوتو سي والوصفه. الهيدروكينون 2% ده متاح كاوتو سي، 4% ده متاح لوصفه الطبيب، والهيدروكينون يعني الناس تجربه الاول عشان لو في حساسيه وحاجه تجربه كده الاول على جلدها وكده قبل ما تستخدمه. الهيدروكينون بيعمل ايه؟ انا الاول عشان اعرف بيعمل ايه لازم اعرف الميلانين بيتصنع ازاي. الميلانين بيجي من التيروزين يا جماعه، والتيروزين عشان يطلع دوبا ودوبا كينين والحاجات دي محتاجه تيروزينيز انزيم، والتيروزينيز انزيم ده بيطلع فيطلع لي الايوميلانين والفايوميلانين. عارفين الفايو ميلانين لسه فاكرين اللي هي اللون البينك الاحمر ده، والايو ميلانين اللي هو اللون البراون، وايو ميلانين الايو ميلانين طبعا في ايو ميلانين اللي هي الزياده شويه بتبقى اللون البلاك، ولكن دي انواع. يبقى انا عندي نوعين ايو ميلانين والفايو ميلانين، دول كلهم بيجوا من التيروزين عن طريق في البدايه خالص انزيم اللي هو التيروزين. الهيدروكينون امنع وقف التيروزينيز انزيم، التيروزينيز انزيم بيقف، لما يقف يبقى انا ما عنديش تكوين للميلانين سواء كان بقى انواع الميلانين، يبقى الهيدروكينون يا جماعه بيوقف التيروزينيز انزيم فبيوقف انتاج الميلانين، ده الهيدروكينون. عندي التريتينوين، التريتينوين بتركيز
واحد من 10% ده بيتم استخدامه علشان بيستخدم علشان ممكن ان هو يظبط شويه من الهايبر اكتيفيتي نتيجه ان هو كراتوليتيك او ان هو بيعمل تقشير سريع وبيجدد الخلايا، فده من ضمن الحاجات اللي ممكن تستخدم علشان تبيض او كمبيضات او عشان تعالج الهايبر بيجمنتيشن. الازيليك اسيد، الازيليك اسيد ده بيقلل الاكتيفيتي بتاع الميلانوسايتس. عندي حاجه كمان يا جماعه وهو سيستيامين هيدروكلورايد 5% بيقلل من التصنيع بتاع الميلانين عن طريق الباسويز بتاعته. الكورتيكوسترويدز عندي الديكساميثازون والفلوسينولون اسيتيت، الحاجات دي من الحاجات اللي بتستخدم، والهيدروكورتيزون بيستخدم ايضا ده كانتي انفلاماتوري يا جماعه، وان انا اقلل الانفلاميشن في الخلايا دي بالذات، وده بيساعد في عمليات التبييض. حاجات ثانيه يا جماعه اشهرها الكوجيك اسيد، وده هنلاقيه في منتجات كتيره في المبيضات، والليكوريش اكستراكت والنايسيناميد والحاجات دي كلها، والصويا اكستراكت والحاجات دي كلها من احد المنتجات المشهوره والحاجات المشهوره. انا عايز بقى اوريك حاجه مهمه جدا جدا، وهو الميلازما تريبل ثيرابي، علاج الكلف بالعلاج الثلاثي، وده اشهر علاج للكلف، وحتى يمكن في الامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي في الموقع بتاعهم بيشير الى هذا العلاج، علاج مشهور جدا جدا للكلف. وانا بنصح اي صيدله او حاجه، يعني من الحاجات المهمه جدا ان انت تنصح بيها اي واحد عندها كلف او اي اماكن فيها هايبر بيجمنتيشن، العلاج الثلاثي مفيد جدا جدا وفعال جدا جدا، وهو الاتي. انا عندي براندات، يمكن البراندات دي مشهوره قوي في السعوديه، والبراند العالمي ده ترايلوما ده مشهور بره، والبيجما نورم ده في السعوديه انا ما شفتوش بصراحه، بس ده موجود تقريبا في السعوديه. انا عندي يا جماعه التركيبه الثلاثيه السحريه كمان، الهيدروكينون 4%، تريتينوين ممكن نحط تريتينوين اللي هو الواحد من عشرة او الخمسة من مية، تمام، مع الكورتيكوسترويد سواء كان هيدروكورتيزون او الفلوسينولون اسيتونايد. التلات حاجات دي بقى انا عندي هيدروكينولون، تريتينوين، كورتيزون، يتم استخدامهم تقريبا لمده 8 اسابيع في حالات المدريت السيفير ميلازما، فعال جدا جدا جدا. طبعا مع عدم التعرض للشمس، طبعا ما ينفعش استخدم كورتيزون على وشي واطلع في الشمس، غير ان انا ما ينفعش يبقى عندي هايبر بيجمنتيشن واطلع في الشمس، يعني هطلع في الشمس احط سان سكرين، يعني هطلع في الشمس احط سان سكرين. يبقى انا كده عرفت التريبل ثيرابي، وحاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه بقى يا جماعه، عارفين الكابرون اللي هو ترانزيميك اسيد، الكابرون بتاع الهيموريج والحاجات دي، ده من الحاجات اللي وجد ان فعاليتها عن طريق ان هي تستخدم اورال، وجد فعاليتها في الميلازما والكلف، ووجد ان هي فعاله. في بقى بروسيدرز يا جماعه تجميليه زي الكيميكال بيلينج، وعرفنا الكيميكال بيلينج، يعني احنا شايفين هنا يا جماعه، هنا واحده عندها 56 سنه عندها كلف، بعد 5 جلسات من التقشير وجد ان الكلف قل بشكل كبير زي ما انا شايف، قل فعلا نتيجه ايه؟ نتيجه التقشير. فالتقشير ممكن يبقى من الخيارات اللي دكتور التجميل يختارها نتيجه انتشار الكلف وحدته وشدته، فممكن التقشير الكيميائي او التقشير الميكانيكي يبقى مفيد جدا، مع استخدامات طبعا لكريمات وحاجات زي كده من اللي احنا اتكلمنا عليها. في علاجات تانية زي الليزر تريتمنت، دي انواع الليزر اللي بيتم استخدامها في الهايبر بيجمنتيشن. كده يا جماعه بقى احنا اتكلمنا عن 3 حاجات مهمين جدا في الديرما. سان بير اتكلمنا عليهم بشكل وافي جدا جدا، اتمنى تكون الاعداد بتاع الحلقه والمعلومات بتاعه الحلقه ميسره ومنسقه بشكل كافي. احنا استخدمنا 3 مواضيع مرتبطين ببعض شويه، سان بير، سكين ايجنج، هايبر بيجمنتيشن. كان معكم دهشان حسن دهشان، استودعكم الله، اشوفكم حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.